بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن ويندوز 7. اول حاجه هنتكلم عنها ان شاء الله، اول ما بفتح جهاز الكمبيوتر بتاعي بيظهر قدامي سطح المكتب زي ما احنا شايفينه كده. عباره عن ايه سطح المكتب؟ سطح المكتب عباره عن الخلف، شريط المهام من تحت اللي هو التاسك بار. التاسك بار عندي في مجموعه من الرموز ناحيه اليمين، من ضمن هذه الرموز هي الساعة. من ناحية الشمال في مجموعة من الرموز تسمى شريط التشغيل السريع. في زرار عندي هو زرار ستارت، هو له وظيفة مهمة جدا وله وظائف أخرى. عندي مجموعة من الرموز موجودة ناحية اليسار. الرموز دي ممكن تزيد ممكن تقل على حسب البرامج اللي أنا مشغلها عندي على جهازي وعلى حسب الحاجات اللي أنا واضعها على سطح المكتب. هنتكلم بعد كده عن وظائف الأزرار الخاصة بالماوس. الماوس عندي فيه زرار ناحية الشمال، فيه زرار ناحية اليمين، فيه بكرة في النص. الزرار الشمال ليه مجموعة من الوظائف، جميعها تبدأ بحرف التاء. أول وظيفة هي التحديد، تحديد العنصر، إن أنا أحط المؤشر على العنصر اللي أنا عايز أعمل له عملية تحديد وأضغط ضغطة واحدة بالشمال. عندي بعد كده وظيفة أخرى وهي تشغيل، يعني لما أحب أشغل ماي كمبيوتر، يعني أفتح ماي كمبيوتر بضغط عليها مرتين يبقى التشغيل عندي بالضغط مرتين على العنصر. عندي رقم 3 تنفيذ، يعني لما أحب أنفذ أي أمر من الأوامر الموجودة عندي دي بضغط عليها مرة واحدة بالزرار الشمال. عندي تحريك، لما احب احرك اي عنصر من العناصر اللي هنا بضغط على الزرار الشمال ضغط مستمر، يعني اثبت صباعي على الزرار واسحب للمكان اللي انا عايزه، ونعرف بعد كده ليه هو اللي انا بسحبه ما بيستقرش في نفس المكان وبيرجع مكانه، هنعرف الكلام ده بعدين. هنتكلم بعد كده عن وظائف الزرار اليمين. زرار اليمين ليه وظيفة واحدة بس وهي اظهار قائمة مختصرة. القائمة دي بتظهر فيها مجموعة من الاوامر، الأوامر بتختلف على حسب العنصر اللي أنا ضغطت عليه. يعني أنا هنا ضغطت على سطح المكتب في مكان فاضي، لو أنا ضغطت على عنصر من العناصر اللي هنا الأوامر اختلفت. في أوامر ممكن تكون مشتركة، ولكن في أوامر كتيرة بتكون جديدة مختلفة. هضغط هنا، هضغط مثلا على زرار ستارت، هضغط على أي رمز من هنا، هضغط على الساعة، ففي أوامر كتيرة بتكون مختلفة. وظيفة الزرار اللي في النص اللي هي البكرة السكرول، ان هي بتساعدني في التصفح. لما تكون الصفحة كبيرة اقدر اطلع وانزل بيها براحتي، وهي اشهر استخدام ليها طبعا في صفحات الانترنت. فعلى سبيل المثال لو انا مثلا فتحت ماي كمبيوتر، فتحت درايف سي، فتحت مثلا الويندوز، اقدر اطلع وانزل كده بالبكرة زي ما انتم شايفين. فدي وظائف ازرار الماوس. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد النهاردة ان شاء الله كيفية تغيير خلفية سطح المكتب اللي هي الباك جراوند. هضغط عندي في اي مكان فاضي باليمين، اختار بيرسوناليز، ممكن اختار مجموعة من المجموعات دي بالكامل، يعني مثلا ممكن اختار مثلا كاركتر، خلاص هضغط عليها، تم تنفيذ اول صورة منها. لو انا قفلت كده ادي اول صورة في الكاركترز. طيب تعال ندخل تاني بيرسوناليز، انا مختار حاليا كاركترز، اختار ديسكتوب باك جراوند، هلاقي مجموعة الكاركترز تم وضع علامة صح على جميع الصور بتاعتها، خلاص. طبعا مش شرط ان انا اختار كاركترز، او مش شرط ان انا اختار من المجموعات، يعني انا ممكن اول ما ادخل هنا ما اختارش من هنا على طول، ولكن اختار ديسكتوب باك جراوند، تمام. هبدا اشيل علامه صح دي، انا مش عايز الصور دي، انا اختار من عندي صور معينه، تمام. مثلا انا عايز الصوره دي، ممكن اختار صوره واحده بس واختار سيف تشينج، خلاص كده حفظ التغيرات، تم تطبيق الصوره. لو انا قفلت كده تم تطبيق الصورة بالشكل اللي قدامي. طيب هضغط تاني باليمين بيرسوناليز ديسكتوب باك جراوند،
ممكن اختار مجموعة من الصور، يعني اختار الصورة دي احط بس المؤشر هنا واضغط على المربع، يعني انا ما اضغطش على الصورة نفسها، خلاص ما اضغطش على الصورة نفسها، انا احط بس المؤشر هنا يظهر المربع، اعلم صح كده. انا اخترت صورة، اتنين، تلات صور. طالما ان انا اخترت اكتر من صورة بيظهر هنا توقيت معين علشان الكمبيوتر عندي يبدأ يغير ما بين الثلاث صور دول، فانا عايزه يبدأ عملية تشينج او عملية التغيير دي بعد كام دقيقة. خلاص انا مثلا هقول له انا عايز، سوري، هقول له هنا انا عايز يحصل عملية التغيير بعد 10 ثواني، اهي 10 ثواني، هضغط سيف تشينج، اقفل النافذة من الاكس، هنتظر كده كل 10 ثواني. نلاحظ كده هتلاقي الصورة الواحدة هتتغير، هما تلات صور، ادي اول صورة اللي هي شكل الابيض ده، ادي الصورة التانية، 10 ثواني هينتقل الى الصورة التالتة، تمام، 10 ثواني هينتقل الى الصورة الاولى تاني اللي هي البيضة، وهكذا يبدأ الحاسب يبدأ ايه يعمل تشينج، تغيير ما بين الثلاث صور كل شوية، كل 10 ثواني ايه يجيب الصورة ويغير ويجيب التانية والتالتة وبعد كده يعيد من الاول تاني. خلاص طيب هضغط كده بيرسوناليز، لكن لو هي صورة واحدة خلاص ما ينفعش ان انا احدد عدد ثواني، يعني لو انا شلت دي خلاص انا مش عايز دي ولا عايز دي، فانا اخترت صورة واحدة فقط لا غير. طالما ان انا اخترت صورة واحدة، هنا العداد او التوقيت الخاص بعملية التشينج اصبح غير نشط، يعني باهت، معنى باهت يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ان انا اتحكم فيه خلاص، تمام، وبالتالي ايه اصبحت هي صورة واحدة فقط، اول ما اختار صورة تانية يظهر معايا، تمام. طيب نفترض ان الصور بتاعت الكمبيوتر دي مش عاجباني، انا عايز احط صور عندي انا على الكمبيوتر خاصة بيا، انا متصور في رحلات، متصور مع زمايلي في المدرسة الى اخره، هضغط عندي هنا براوز، اضغط براوز احدد مكان الصور بتاعتي فين، انا شايلها فين الصور بتاعتي، هدور عليها. خلاص مثلا ندور عندي هنا، ممكن نلاقي صور مثلا في الادمنستريتور، ممكن نشوف كده ماي بيكتشر، اضغط اوكي، لا ما فيهاش. طيب نجرب مكان تاني، براوز مثلا، نكمل تاني كده مثلا، وليكن عندي في الديسكتوب ممكن فولدر هنا في صورة، اوكي، دي صورة كان تكريم ليا في مدرسة في المملكة العربية السعودية كنت مدرس فيها، اخترت الصورة دي مثلا، اختار سيف تشينج، اقفل النافذة، هلاقي الصورة بتاعتي بالشكل اللي قدامي. طيب مثلا الصورة عندي هنا، نلاحظ ان الصورة في اطراف منها مش باينة، دي تورتة كانت معمولة ليا مثلا، في اطراف عندي مش باينة، هعمل ايه؟ هدخل تاني بيرسوناليز ديسكتوب باك جراوند، هفتح هنا اختار سنتر، سنتر يعني هيصغر الصورة شوية ويخليها في نص الصفحة، نص الشاشة، خلاص اختار سيف تشينج، نشوف كده، اقفل النافذه. طب ليه ما نفذتش؟ طيب ما نفذتش لان الصوره نفسها كبيره، فما ينفعش ان انا اصغرها، خلاص ما ينفعش ان انا اصغرها، فاصغر حاجه هي ممكن توصل فيها اللي هو الشكل اللي كان ظاهر ايه الاولاني، يبقى هنا طرق لعرض ايه حجم الصوره بالشكل ايه اللي قدامي، خلاص تمام. يبقى انا عرفت كده كيف اغير خلفيه سطح المكتب، ان انا اضغط بيرسوناليز، اما اختار مجموعة من هنا او اختار ديسكتوب باك جراوند، اعلم على الصور اللي انا عايزها، تمام، ادي الصور كلها اللي انا عايزه اعلم عليه صح، اللي انا مش عايزه اشيل من عليه علامة الصح، او لو انا عندي صور موجودة عندي على جهازي اضغط على براوز احدد مكان الفولدر بتاعي، اضغط اوكي هتظهر الصورة بتاعتي، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، هناخد النهاردة إن شاء الله كيفية عمل سكرين سيفر اللي هي شاشة التوقف.
شاشة التوقف هي شاشة بتظهر بتعمل حركات معينة، بتظهر بعد توقيت معين. يعني أنا مثلا أسيب الجهاز بتاعي لمدة دقيقة فألاقيها ظهرت، على حسب التوقيت اللي أنا أحدده. أقل حاجة دقيقة، أكتر حاجة ساعة، يعني 60 دقيقة. خلاص بظبط التوقيت بتاعي، بختار شكل السكرين سيفر بتاعي. في الوقت ده لازم عشان هي تظهر لازم اكون انا سايب الجهاز بتاعي، يعني ما استخدمش الماوس، ما استخدمش لوحة المفاتيح، وبالتالي بعد ما يعدي الوقت اللي انا حددته هنلاقيها ظهرت. بمجرد ما انا بحرك الماوس هتختفي مرة اخرى، اسيب الماوس تظهر مرة اخرى، وهكذا. تعال نجرب كيف نعمل سكرين سيفر. هضغط باليمين في اي مكان فاضي على سطح المكتب، اختار بيرسوناليز. هنا عندي السكرين سيفر اهي، سكرين سيفر. افتح الخانه دي، اشكال السكرين سيفر اللي عندي. عندي اشكال كتيره زي ما انا عايز، اختار اي شكل من الاشكال. بعد ما اختار الشكل اضغط هنا احدد التوقيت، ان انت عايزه يظهر السكرين سيفر، تظهر شكل السكرين سيفر اللي انت اخترتها تظهر بعد كام دقيقه. واحد يعني دقيقة واحدة، أكتر حاجة 60 دقيقة. أنا مثلا هنجربها دقيقة واحدة، هضغط أوكي، هضغط كلوز، أسيب الماوس وانتظر كده لمدة دقيقة وهنشوف إيه اللي يحصل. طبعا اثناء ان انا سايب الجهاز بتاعي لازم اسيب الجهاز، ملمسش الماوس، ملمسش لوحة المفاتيح نهائي، علشان علشان ايه؟ ما يتلغيش الامر. خلاص فلازم اسيب العملية خالص. هو دلوقتي طبعا بيعد عدد الثواني ثم يوصل للدقيقة، وبعد ما يوصل يعدي دقيقة يبدأ ايه؟ تظهر الشاشة بتاعتي قدام عيني. ننتظر مع بعض. وفي طريقة تانية هنعرفها لو انا عايز اشوف شكل السكرين سيفر قبل ما انفذه، تمام؟ هنعرفها دلوقتي حاجة عندي اسمها بريفيو، هنجربها مع بعض ونشوفها. لان يعني ممكن بعد ما اختار سكرين سيفر معينة طلعت شكلها مش حلو، ما عجبنيش، ممكن يكون بيطلع معاها اصوات مش حلوة، فلا احنا بنعمل عليها زي التيست الاول. بتعجبني السكرين سيفر، خلاص اضغط اوكي، ما عجبتنيش بختار سكرين سيفر ايه مختلفة عنها، تكون فيها مميزات او اشكال تعجبني. في بعض الاحيان بلاقي السكرين سيفر بتاخر شويه، لان انا حاليا انا مش حاطط السكرين سيفر على ديسك او على الطاوله بتاعتي، فهي محطوطه على مكان في الوان عندي، فالالوان دي بتعمل زي ايه؟ لو بصينا للماوس بسيط كده نحس ان الماوس ممكن تكون بتتحرك حاجه خفيفه خالص، فاي حركه حتى لو يعني حركه صغيره جدا جدا، تمام، مش هتخلي السكرين سيفر بتاعتي تظهر خالص. طيب تعال نجرب مع بعض، طبعا انتوا جربوها هتلاقيها تنفذ معاكم. تعال نجرب مع بعض كيف اعمل لها تيست الاول. هضغط باليمين بيرسوناليز، هختار سكرين سيفر، اخترت انا الشكل، هعمل هنا بريفيو. بريفيو يعني معاينه. ادي شكل سكرين سيفر بتاعي، دي عباره عن ايه؟ بالونات كده بتظهر تتحرك، تمام. اول ما حرك الماوس اختفت. طيب اختار الشكل التاني، مثلا اخترت الشكل ده، هعمل بريفيو معاينة، ادي ده شكل تاني، احرك الماوس اختفى. خلاص اختار الشكل اللي انا عايزه وبعد كده اضغط ايه اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هناخد معانا طرق عرض الملفات والمجلدات وترتيب الملفات والمجلدات. طرق عرض الملفات والمجلدات هي طرق معينة بتساعد على عرض الملفات والمجلدات بطرق أو بأشكال مختلفة. هنشوف مع بعض كده
لو انا عايز انفذ طرق عرض الملفات والمجلدات على سطح المكتب، هضغط باليمين في اي مكان فاضي، هختار عندي فيو. عندي في 3 طرق: لارج ايكون، ميديوم ايكونز، سمول ايكونز. لارج ايكونز جعل هنا الايقونات بحجم كبير زي ما احنا شايفين. هضغط تاني واختار ميديوم وسط بالشكل ده. هضغط تاني هختار سمول ايكونز، اصبحت بالشكل ده. نخليها وسط ميديوم مناسبة. احنا كنا خدنا سابقا تحريك العناصر، فقلنا ان العنصر هنا مش عايز يتحرك معايا. ليه؟ لو انا ضغطت اليمين فيو، هلاقي هنا في امر اسمه اوتو ارينج ايكونز، ترتيب تلقائي للرموز. يعني انا سمحت كده للكمبيوتر بتاعي ان هو اللي يرتب الرموز بشكل تلقائي، وبالتالي ما بيسمح ليش ان انا احرك الرموز من مكانها. لو انا ضغطت على الامر ده هتتشال علامة الصح دي، وبعدها اقدر ان انا احرك العناصر بالشكل اللي قدامي ده. اضغط ضغط مستمر على الزرار، يعني اثبت صباعي على الزرار واسحب بالشكل ده. لو ضغطت تاني واخترت اوتو رينج ايكونز، رتبهم تاني بشكل تلقائي، وبالتالي احاول اسحب اي عنصر ما بيرضاش يتسحب معايا. طيب لو انا نفذت طرق عرض الملفات في ماي كمبيوتر او داخل اي فولدر، مثلا هفتح الفولدر اللي هو ادمنستريتور ده، هجرب عندي طرق عرض الملفات اما باليمين وفيو. الطرق هنا اصبحت كتيرة شوية. ليه؟ لان هنا تختلف الوضع عن سطح المكتب. فهنا اصبح عندي 8 طرق في اكسترا لارج بالشكل ده، في عندي لارج، في ميديم وسط، في سمول، في ليست قائمة يعرضهم بالشكل اللي قدامي ده تحت بعض، في ديتيلز تفاصيل يجيب له كل عنصر والتفاصيل قدامه، تاريخ انشاء او تاريخ التعديل، ونوع العنصر ايه، فولدر ولا فايل، في تايلز تجانب بالشكل ده، وتحت كل عنصر بيكتب نوعه، في كونتنت تعرض بالشكل ده. نفس الكلام ينفع ان انا من السهم الصغير اللي هنا كده ادي الطرق. خلاص، يبقى دي طريقة تاني لعرض الملفات والمجلدات من داخل اي نافذة، يعني داخل اي فولدر، اما من قائمة او ان انا اضغط في اي مكان فاضي باليمين واختار فيو واختار اي طريقة. اما على سطح المكتب اضغط باليمين اختار فيو، هلاقي 3 طرق فقط لا غير، اللي هي لارج والميديوم والسمول. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هناخد طرق ترتيب الملفات والمجلدات. لو انا ضغطت على سطح المكتب باليمين اختار سورت باي، يعني ترتيب واسطة. هرتب على حسب ايه؟ لو انا هرتب على حسب النيم، يعني الاسم، هضغط عليه. نبص عندنا على الرموز قبل ما اضغط على النيم. الرموز ناحية الشمال مترتبة بشكل معين، هضغط نيم اتغير ترتيبها. طيب هفتح تاني سورت باي، في سايز على حسب الحجم اتغير الترتيب، اللي هي العناصر اللي عندي هنا. سورت باي ايتم تايب على حسب نوع العناصر، وبالتالي مثلا العناصر دي اسمها شورت كات اللي هي فيها السهم، نلاقي انه كلهم تحت بعض، الفولدرين دول تحت بعض، فاصبح ان هو على حسب النوع. تمام، يرتب على حسب النوع. ديت موديفاي تاريخ التعديل او تاريخ الانشاء، يعني ده كان اخر ملف انا عدلت عليه او انشأته، وبالتالي هو اصبح هو اول واحد. خلاص، لو انا فتحت مثلا فولدر زي ادمنستريتور وهرتب عندي سورت باي،
نفس الطرق هي هي، في النيم، في الديت موديفاي، في التايب، في السايز، في اتنين بس مختلفين اللي هي اسندنج وديسندنج، اللي هو ترتيب التصاعد والتنزل. يعني ايه؟ يعني لو انا اخترت النيم على حسب الاسم خلاص هيرتب لي في اسندنج اللي هي هيبدا من الالف ب ت س اللي هو الترتيب الابجدي يعني. ديسندنج هيبدا من حرف الياء من اخر حرف في الحروف الابجديه خلاص. النيم يعني مثلا هنا هختار descending مثلا، فابتدى هنا باخر حرف اللي هو اس وابتدى اس ام ام كده، يبقى ايه ترتيب من الكبير للصغير خلاص. طيب لو اخترت مثلا على حسب الحجم السايز نفس الكلام في ascending وdescending، يعني من الصغير للكبير او من الكبير للصغير خلاص. مثلا اختار ascending هيحط لي ده هو اصغر ملف او اصغر فولدر، وبالتالي اصبح هو اول واحد وفضل ايه يرتبهم او يظهرهم بالترتيب من الصغير الى الكبير خلاص. يبقى دي طريقة ترتيب اذا كان من داخل اي نافذة او اي فولدر، هلاقي فيه ascending وdescending وهي مختلفة عن الطرق الاخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد مع بعض النهاردة ان شاء الله ترتيب النوافذ. لو انا فاتح اكتر من نافذة مثلا administrator وافتح نافذة كمبيوتر بالضغط عليها مرتين اصبح عندي حاليا نافذتين. فلو انا عايز ارتب النوافذ اللي قدامي دي، هاجي عندي هنا في شريط المهام اللي هو التاسك بار، هضغط عليه باليمين. في اكتر من طريقة عندي، ادي اول طريقة كاسكيد، تاني طريقة شو ويندوز ستيك، تالت طريقة شو ويندوز سايد واي سايد. تلات طرق عندي لو انا عايز انفذ اي واحدة فيهم، هضغط عليها مثلا كاسكيد تتالي، يعني هيجيب لي نوافذ ورا بعض، ادي الاولى وادي التالي. طبعا النافذة النشطة عشان ده بيجيني في الاختبار يجيب لي مثلا نافذتين زي كده ويخليني ان انا انشط نافذه. مين النافذه النشطه حاليا؟ هي ادمنستريتور، هي اللي ظاهره قدامي. لكن النافذه بتاع الكمبيوتر هي دي اكتف او غير نشطه اللي هي في الخلف. لو انا عايز انشطها بضغط بس على ضغطه واحده كده اصبحت هي اللي موجوده في المقدمه في الامام، وبالتالي هي تعتبر هي ايه النافذه النشطه. طيب تعال نشوف طريقه اخرى، شو ويندوز، ادي دي الطريقه الثانيه. طيب سايد باي سايد، الطريقة الثالثة يجيب لي النافذتين جنب بعض. يبقى ده عندي ده ايه ترتيب النوافذ زي ما احنا شفنا خلاص. طيب ننتقل بعد كده الى لو انا على سبيل المثال فتح اكتر من نافذة زي ما احنا شايفين قدامنا كده، وعايز اطلع على سطح المكتب مباشرة، عايز اطلع على الديسكتوب مباشرة. طبعا انا ممكن اعمل كده مينومايز دي زي ما احنا خدنا قبل كده، واعمل مينومايز هنا بالشكل ده خلاص. طبعا لو اكتر من نافذه هقعد اعمل لكل واحده فيهم نوافذ، لا في طريقه اسهل من كده. تعال نرجع نوافذ مفتوحه زي ما هي، ادي النافذتين. لو انا حطيت المؤشر هنا بس كده بتظهر عندي النافذتين، هضغط على النافذه دي ثم هضغط على النافذه الثانيه اصبح عندي النافذتين. طب انا عايز اطلع حاليا ادخل على طول على الديسك توب، هعمل ايه؟ عندي في ايقونه صغيره كده موجوده اقصى اليمين جنب الساعه اسمها شو ديسك توب، هضغط على ضغطه واحده بيعمل ايه؟ بيعمل لي مينومايز لجميع النوافذ المفتوحه قدام عين، بيعمل مينومايز لجميع النوافذ اللي مفتوحه قدام عين تمام. طيب عند امر كمان اسمه شو ديسكتوب ايكون، في بعض الاحيان ممكن افتح الكمبيوتر ما الاقيش النوافذ الايقونات اللي موجوده عندي ناحيه الشمال دي. طبعا لو انا مش عارف الامر اتخض اقول والله ده ممكن تكون نسخه حصلت فيها مشكله، السيستم دخل فيه فيروس الى اخره، لا اتاكد الاول من امر معين. لو انا جيت عندي هنا على سطح المكتب ضغطت باليمين في اي مكان فاضي، هلاقي عندي هنا في امر فيو، هفتح القائمه الفرعيه،
هلاقي في امر عندي هنا اسمه شو ديسكتوب ايكون، متعلم عليه صح. طالما متعلم عليه صح لازم الايقونات عندي تكون موجوده قدام عيني على سطح المكتب. طب لو انا ضغطت عليه مره ثانيه، لو ضغطت عليه مره ثانيه هيشيل علامه الصح تمام، وعمل ايه؟ خفالي كل الايقونات من على سطح المكتب، اصبح سطح المكتب عباره عن خلفيه فاضيه زي ما احنا شايفين قدام عينين. عايز ارجعها بنفس الطريقه، هضغط باليمين فيو، هضغط عندي شو ديسكتوب ايكون تمام. ننتقل بعد كده الى حاجه مهمه عندي اسمها الجامب ليست. الجامب ليست عندي انا طبعا لما بفتح بعض البرامج او بعض مواقع الانترنت او بعض المستندات، انا عندي هنا في شريط المهام اللي هو في شريط الكويك لانش او شريط التشغيل السريع، عندي مجموعه من الايقونات الخاصه ببعض البرامج. فعلى سبيل المثال عشان ادخل على الجامب ليست الخاصه بالانترنت اكسبلورر، هضغط على الانترنت اكسبلورر باليمين، هلاقي دي ادي اخر مواقع انا دخلت عليها عندي في الانترنت اكسبلورر. طيب هنا طبعا الجزء ده خاص بالاكسبلورر او بالكمبيوتر نفسه، ادي اخر نوافذ انا دخلت عليها الديسكتوب والويندوز الى اخره وادو فوتوشوب. تعال ندخل على الميديا بلاير، اخر ملفات تم فتحها في الميديا بلاير. تعال ندخل هنا ده الفايرفوكس، دي اخر مواقع تم الدخول عليها من خلال الفايرفوكس. يبقى دي اسمها ايه؟ جامب ليست. خلاص بتظهر لي فيها اخر اخر ملفات تم فتحها واخر عناصر تم فتحها خاصه بالعنصر اللي انا بضغط عليه. طيب في امر تاني مهم عندي اسمه الجيت كيتس. الجيت كيتس دي مجموعه من الادوات بتنزل مع نسخه ويندوز 7، اقدر استغلها واقدر استفاد منها. تعال نشوف مع بعض. هضغط في اي مكان فاضي على سطح المكتب، هختار هنا جيتس تمام، ظهرت معايا قدامي بالشكل ده، هتظهر معايا الجيتس بالشكل ده. يبقى انا ضغطت عندي باليمين اخترت جيتس، ظهرت معايا الاوامر بالشكل ده. هناخد مثلا الكلوك الساعه، هضغط عليها دبل كليك مرتين، ظهرت عندي الساعة بالشكل ده. هعمل كلوز للنافذة، ادي الساعة بتاعتي زي ما احنا شايفين. ممكن اتحكم في اعدادات الساعة، هضغط عندي على الاوبشنز، هتظهر لي في اكتر من شكل الساعة، عندي 8 اشكال ممكن اختار اي شكل فيهم. مثلا وليكن انا اخترت الشكل ده، هضغط عندي هنا ممكن اسمي اسم للساعة خلاص، اضغط اوكي، هنلاقي الساعه ظهرت بالشكل ده واسمي مكتوب تحت عقارب الساعه. لو انا حبيت عندي اشيل الاداه اللي انا نزلتها من الجيت كيتس هعمل ايه؟ هضغط على الكلوز الخاصه بالاداه بالشكل ده تمام. طيب ننتقل بعد كده الى امر تاني اللي هي اداه مدير المهام او التاسك مانجر. في بعض الاحيان اكون شغال مع بعض البرامج ومره واحده افوجئ ان البرنامج لا يستجيب، مفيش استجابه، يعني لا البرنامج عايز يقفل ولا يشتغل معايا. الحل ايه؟ الحل ان انا بفتح مدير المهام، ومن خلال مدير المهام اللي هي التاسك مانجر بدي امر لاغلاق البرنامج بشكل اجباري. تعال نشوف مع بعض كيف ادخل على التاسك مانجر. في طريقتين عندي للتاسك مانجر. الطريقه الاولى من شريط المهام، هضغط باليمين هختار ستارت تاسك مانجر، هلاقي هنا دي البرامج المفتوحه قدام عيني حاليا. لو انا عايز اقفل اي برنامج فيهم، مثلا انا هقفل الادمنستريتور الفولدر تمام، هضغط عليه واختار اند تاسك، اند تاسك سوري اند تاسك انهاء المهمه، وبالتالي تم اغلاق النافذه الخاصه بالادمنستريتور. حاليا عندي النافذه الموجوده الخاصه بالكمبيوتر، لو انا حبيت اغلقها من خلال التاسك مانجر هضغط عليها وبعد كده اضغط اند تاسك، تم اغلاقها. طبعا في بعض الاحيان لما يكون البرنامج عامل مشكله او لا يستجيب ممكن يعني لا يتم اغلاقه من اول مره، ولكن دي الطريقه اللي احنا هنتبعها في اختبارات الاي سي دي ال فيرجن 5. اي برنامج هيطلب ان احنا نغلقه من خلال التاسك مانجر، بضغط على شريط المهام اختار ستارت تاسك مانجر، بيظهر معايا هشوف البرنامج المطلوب مني في السؤال، بضغط عليه واختار اند تاسك. دي طريقه. الطريقه الثانيه ان انا اضغط من لوحه المفاتيح مع بعض
على كنترول مع الت مع ديليت. هتظهر معايا الرساله دي، الشاشه دي، هختار منها ستارت تاسك مانجر وابدا انفذ الامر زي ما احنا اتعلمناه دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتعرف على الفرق بين المجلدات والملفات، وهنتعرف على كيفية إنشاء المجلدات وكيفية تغيير أسماء الملفات والمجلدات. المجلد هو مكان بيساعد على حفظ ملفات ومجلدات بداخله، خلاص؟ يعني المجلد ممكن أعمل مجلد أشيل جواه، أحفظ جواه ملفات ومجلدات. طيب الفايل، الملف بقى، الملف هو مكان بيوجد به بيانات. ايه هي البيانات؟ ممكن تكون صور، ممكن تكون حروف نص يعني، ممكن تكون صوت، ممكن تكون فيديو، خلاص دي انواع ايه البيانات. يبقى عندي الفولدر بيحتوي بداخله على مجلدات اخرى او ملفات، لكن الملف يحتوي على بيانات فقط، خلاص. تعال نشوف مع بعض كيف أن اقدر انشئ فولدر جديد في اي مكان يعجبني داخل الكمبيوتر بتاعي، مثلا على سطح المكتب. هنجرب هنا على سطح المكتب اللي هو الديسكتوب. هضغط باليمين في اي مكان فاضي، اختار نيو يعني جديد. ظهرت قائمة اخرى، اختار منها فولدر يعني مجلد. ضغطة واحدة عمل لي هنا فولدر جديد وسماه نيو فولدر 2، خلاص. طيب هكتب الاسم مباشرة، خلاص هكتب مثلا علي. كتبت الاسم، اضغط انتر، خلاص ثبتت كده الاسم. تعال نفتح علي ده كده فاضي، انشئ جواه فولدرات تاني مفيش مشكلة. نيو فولدر هسميه مثلا هاني، تمام. طيب انشئ فولدر تاني، نيو فولدر اسميه مثلا مصطفى. انشاء الفولدرات غير محدود، يعني هفضل هنشئ فولدرات مفيش مشكله خالص بالنسبه لي، خلاص. مهما هنشئ فولدرات هو مش هيعترض، انشئ فولدرات براحتك، بس اهم حاجه ما ينفعش اعمل اتنين فولدر في نفس المكان بنفس الاسم. يعني دلوقتي انا عندي هنا ومصطفى، ما ينفعش اجي هنا كده واعطي او انشئ فولدر تاني واسميه مثلا هاني، الاثنين كده في نفس المكان جنب بعض ما ينفعش. طلعت لي رساله تحذيريه، ما ينفعش. بيقول لي هنا اوريدي كونتينز، يعني نفس الاسم بتاعي فولدر نيم هاني موجود، يعني متكرر، خلاص. فما ينفعش طبعا، لازم اديله اسم ايه مختلف، خلاص. يبقى انا عرفت كيف انشئ فولدر جديد. تعال نتعلم مع بعض كيف اغير اسم الفولدر. مثلا نيو فولدر ده انا عايز اغير اسمه، هضغط عليه باليمين، اختار رينيم يعني اعادة تسمية، خلاص. هضغط عليه، هبدأ اكتب الاسم الجديد مثلا حسن، انتر، تمام. يبقى انا كده اي فولدر، اي مجلد او ملف انا عايز اغير اسمه هضغط عليه باليمين، خلاص، هختار رينيم اعادة تسمية واكتب الاسم الجديد واضغط ايه انتر، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض كيفية التحكم في ريزوليوشن الشاشة، يعني دقة الشاشة. ريزوليوشن في بعض الاحيان بحتاجه في برامج زي برامج الجرافيك. الاقي مثلا اجي اتعامل مع احد برامج الجرافيك فيطلب مني ريزوليوشن معين للشاشة. ممكن برامج اخرى غير الجرافيك، ممكن جيمز يطلب مني تغيير ريزوليوشن الشاشة الى رقم معين. هنعرف مع بعض دلوقتي كيف نغير ريزولوشن الشاشة. هضغط باليمين في اي مكان فاضي، اختار سكرين ريزولوشن، افتح الخانة هنا عندي اللي هي خانة الريزولوشن دي، ارقام للشاشة بتاعتي على حسب امكانية كارت الشاشة وعلى حسب جودة الشاشة بتاعتنا. في ارقام كتيرة، مثلا ده 1366 في 768، ممكن هنا 1280 في 768، ممكن هنا 1280 في 720،
1024×768، 1024×600، اخر حاجه 800×600. اختار الريزولوشن اللي انا شايفه مناسب ليا، خلاص، وبعد كده اضغط اوكي. طبعا كل ما يعلى الرقم، يعني كل ما اطلع المؤشر لفوق، كل ما يكون الريزولوشن اعلى، كل ما الاقي عندي الرموز بتاعتي صغرت شويه، الرؤيه بتاعتها صغرت، حجم الرموز نفسها صغرت. ليه؟ لان الريزولوشن اصبح عالي الجوده، وبالتالي الاقي عندي الشاشه تقدر ان هي تحتوي برنامج جرافيك، النافذه بتاعته كبيره شويه بسبب الدقه العاليه بتاعتي اللي هي بتسمح للشاشه وبتسمح للكمبيوتر بتاعي ان هو يتعامل مع البرامج، البرامج ذات الدقه العاليه. خلاص، طيب هضغط هنا كنسل، خلاص انا مش عايز، لو انتوا عايزين طبعا بتغيره، وبعد كده اضغط اوكي. تمام، ننتقل بعد كده الى كيفيه التعامل مع النوافذ. النافذه مثلا انا هفتح هنا ماي كمبيوتر، فدي اسمها نافذه، دي اسمها ويندو، خلاص نافذه. النافذه عندي بلاقي عندي عباره عن ايه، شريط من فوق هو شريط العنوان، بلاقي هنا دي المنطقه دي اسمها منطقه العمل، بلاقي فيها الهارد ديسك بتاعي السي الدي الاي الاف الجي، خلاص. هنا شكل الديفيديهات اللي عندي، طبعا دي دي في دي اللي انا مركبها في جهازي، دي حاجه اسمها دي في دي وهمي، يعني هي مش موجوده بس انا ايه بستخدمها عشان تشغيل برامج معينه. ده البلوتوث اللي عندي في اللاب، خلاص. من فوق عندي هنا بلاقي علامه الاكس، يعني بتساعدني ان انا اعمل كلوز للنافذه، اقفلها، اضغط عليها اتقفلت. طب افتح نافذه تاني، عندي في هنا علامه اسمها ريستور، ولها اسم تاني اسمه ماكسمايز. حاليا عشان النافذه كبيره فهي اسمها ريستور، يعني لو حطيت المؤشر كده عليها الاقي اسمها ايه، ريستور داون، اضغط عليها الاقي ان هو صغر لي النافذه، واصبح هنا المربع واحد واسمه ماكسمايز يعني تكبير، اضغط كده بيكبر النافذه، خلاص. علامه الناقص دي اسمها مينيمايز، لما بضغط عليها فين النافذه، حطها لي هنا في شريط المهن، خلاص اضغط عليها بتفتح من تحت. تمام، يبقى ممكن اصغرها كده، ممكن افتحها تاني كده. طيب لو انا صغرت النافذه بالشكل ده اقدر احرك النافذه من الشريط بتاعها لفوق، كده ضغط مستمر، يعني اثبت صباع على الزرار وانا بحرك كده في اي مكان انا عايزه، خلاص. اقدر اغير حجم النافذه عندي من الاركان، يعني مثلا احط المؤشر هنا في الركن، شايفين الماوس عندي اتحول لايه، لشكل سهمين كده عكس بعض، اضغط واسحب مثلا، اكبر اصغر، انا مثبت صباعي على زرار الماوس، خلاص ننتبه. طيب نفس الكلام من الركن ده، اي مكان براحتي، من الركن ده، من الركن ده، تمام، ممكن من هنا، هاي نافذه زي ما انا عايز، ممكن من تحت زي ما انا عايز، خلاص. يبقى ده ايه كيفيه التعامل مع النوافذ. اقدر ان انا اتصفح داخل النافذه الفولدرات الموجوده فيها، اما من هنا اي عنصر انا عايز افتحه، قلنا اضغط عليه مرتين زي كده. لو انا عايز ارجع للخلف بضغط على السهم ده اسمه باك، رجعت تاني، خلاص. ده اسمه فورورد، يعني هيرجعني تاني للفولدر اللي انا كنت فاتحه بالشكل ده. طبعا لو انا فتحت اكتر من فولدر بالشكل ده اقدر ارجع كده باك مره، باك تاني، وهكذا، اقدر اطلع فولد فورورد، خلاص يطلعني لقدام، يبقى الاثنين دول عكس بعض. ممكن كمان اتصفح من هنا، تمام، ادي الداونلود، اضغط هنا افتح اي ملف من هنا، اضغط هنا براحتي، ده كله ايه فولدرات وملفات عندي على الجهاز، اقدر ان انا اتحكم فيها براحتي. ممكن اضغط هنا مرتين على سي، فتحت الفولدرات هنا، اقدر انتقل لاي مكان بسهوله جدا هنا من ناحيه الشمال بدل ناحيه اليمين. بس الفرق بين الشمال واليمين ايه؟ هنا طبعا اسرع، خلاص، في التعامل، بدل ما انا استخدم الازرار اللي هي بتطلعني الى الامام زي الفورورد او الباك للخلف، لا انا ممكن اضغط على اي عنصر انا عايزه هنا على طول بسرعه. بس هنا بيعرض لي الفولدر فقط، لكن هنا بيعرض فولدر وفايل، يعني الملفات والمجلدات. يعني لما انا اضغط هنا على الويندو اضغط عليه مرتين، فهنا دي الفولدرات، خلاص. لكن هنا لو جيت هنا وقعدت الف بالبكره السكرول،
فولدرات ودي ملفات. الملفات دي مش ظاهرة هنا، فالجنب ناحية اليمين بيظهر لي ايه الفايل والفولدر مع بعض، لكن هنا ناحية الشمال بيظهر الفولدرات فقط لا غير. خلاص، بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هنتعرف على اهم اوامر عندي في ويندوز 7. الاوامر دي هي كوبي يعني النسخ، كات يعني النقل، بيست يعني اللصق. الكوبي هو ان انا اخد نسخة من الملف، احط النسخة دي في اي مكان يعجبني على الكمبيوتر مع بقاء اصل الملف في مكانه، يعني الاصل الملف ما تأثرش، ما حصلوش اي حاجة. مثال مثلا، انا واحد زميلي جايب لي فلاشة خلاص عليها مجموعة من البرامج او الجيمز، انا عايز اخد منها نسخة كوبي، يبقى انا كده هاخد منها نسخة وهسيب له ملفاته زي ما هي على الفلاشة، يعني معنى ذلك ان هي مش هتتحذف خلاص، مش هتتنقل من مكانها. وصلت الفلاشة، خدت نسخة، عطيته الفلاشة، قلت له الف شكرا، تمام وكده. ايه هو معايا برضك الالعاب والملفات دي وانا عندي خدت منها نسخة. تعال نشوف مع بعض كيف اعمل الكوبي. مثلا انا عايز الفايل ده هعمل له كوبي نسخة واحطه جوه الفولدر بتاع علي. هضغط على الفايل اللي انا عايز اعمل له كوبي باليمين، اختار كوبي، تمام، افتح المجلد علي، هضغط باليمين في اي مكان فاضي، اختار بيست، ادي النسخة وصلت. طب اقفل كده وادي اصل الملف زي ما هو، ما حصلوش اي حاجة خلاص. طيب تعال نشوف الكات. انا هاخد الرمز ده هعمله كات، هضغط عليه باليمين، هختار كات، هفتح الفولدر بتاع علي في اي مكان فاضي باليمين، بيست، وصل. طيب تعال نقفل كده، فين هو؟ مش موجود. ليه؟ لان انا عملت له كات. ايه هو بقى الكات؟ الكات هو نقل العنصر نفسه من مكان لمكان تاني خلاص. يعني انا بنقل اصل الملف، اصل الفولدر، اي اصل لاي رمز، تمام، انا بنقل الاصل من مكان لمكان غير الكوبي. الكوبي ان انا باخد نسخة والاصل موجود مكانه، لكن الكات هو بينقل الاصل نفسه زي ايه الايكون دي او الرمز ده، لما عملت له كات اتشال من على سطح المكتب واتحط فين؟ جوه الفولدر بتاع علي. خلاص، نلاحظ ايه؟ نلاحظ ان انا بعد الكوبي هلاقي عندي ايه، في بيست، وبعد الكات في بيست. الله، هو لازم بيست؟ بيست لازم بعد الكوبي وبعد الكات، ولكن بيست لوحده ملوش لازمه. يبقى بيست لوحده ملوش لازمه، لازم يا اما يكون قبله في كوبي او يكون قبله في امر ايه، كات. خلاص، طيب في امر عندي مهم جدا اسمه شورت كات. شورت كات، شورت كات يعني اختصار. الاختصار هو ايكون او رمز من الرموز دي اميز شكله من ان هو يكون عليه السهم ده، شايفين السهم اللي عليه ده؟ يعني ده شورت كات، ده شورت كات، عشان في سهم هنا، ده شورت كات، ده شورت كات، ده شورت كات، لكن ده لا، دول مش شورت كات. طيب ايه فايدة الشورت كات؟ الشورت كات بيساعدني ان انا ممكن انفذ اي امر بسرعة جدا. مثلا نتخيل كده، انا هفتح دلوقتي ماي كمبيوتر، ادي خطوة خلاص، هفتح السي دي، ادي خطوتين، هفتح ويندوز 3 خلاص، هفتح مثلا الفولدر، مثلا ندور كده على فولدر تاني، مثلا سيستم 32، اربع خطوات تمام. هفتح مثلا ادوب، ادي 5 خطوات، دايركتور 6 خطوات، عايز اشغل الملف ده. شوف الملف ده انا فتحته بعد كام خطوة؟ 6 خطوات، وبعد كده اضغط على الملف فيتم فتحه. لا، قال لي ما انت ممكن تعمل شورت كات على سطح المكتب، يكون موجود الملف ده على سطح المكتب، اول ما اضغط عليه يشتغل على طول، يبقى من خطوة واحدة بدل 6 خطوات. طبعا انا عطيتكم مثال بسيط على 6 خطوات، لكن انت ممكن يكون عندك فايل او برنامج معين او جيمز معينة تقعد تفتح اكتر من حاجة، اكتر من 6 خطوات عشان توصل له. خلاص، طبعا في واحد انا عارفه دلوقتي بيقول لي ايه، طب ما نعمل له كوبي.
اقول لك لا ليه، لان الكوبي بياخد مساحه كبيره نفس مساحه الفايل. احنا قلنا الكوبي هو بيعمل ايه، بياخد نسخه من اصل الملف تمام مع بقال اصل مكانه. يعني انا عندي جيمز، نفترض ان دي جيمز، انا وصلت للجيمز بعد 6 خطوات. الجيمز دي مثلا ليها مساحه معينه وليكن مثلا 500 ميجا بايت، هاخد كوبي منها تاني احطه على سطح المكتب 500 ميجا بايت، يبقى انا كده بملى الهارد بتاعي بملفات متكرره. لكن الشورت كات ميزه كبيره جدا ان هو مساحته صغيره جدا 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 جدا، مش هنخلص نقول جدا، مساحه صغيره خالص عن اصل الملف تمام. بس في حاجه مهمه، ايه هي؟ الشورت كات مش هيشتغل عندك غير لما يكون في اصله. يعني مثلا انا عندي هنا هعمل شورت كات مثلا للفولدر ده، نعمل كيف الشورت كات؟ الاول هضغط على العنصر اللي انا عايز اعمل له شورت كات، سواء كان فولدر او فايل، يعني مجلد او ملف، هضغط عليه باليمين، هختار سند تو، هختار ديسكتوب كرييت شورت كات، خلاص تمام. اعمل كده تصغير مينيمايز، ادي الفولدر اتعمل له شورت كات وعملوا له ايه سهم، هنا الكمبيوتر عندي عمل له سهم وعرفته كده ان هو مكتوب على دايركتور شورت كات، يعني ده اختصار. ده مساحته صغيره جدا 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 عن مساحه اصل الفولدر. طبعا اصل الفولدر هنا، لو انا مسحت الاصل حذفته الشورت كات مش هيشتغل. ننتبه ليه؟ لان هو مرتبط بمين؟ بالاصل. لذلك في طبعا منكم في ناس كتيره بتغلط في حاجه، ايه هي؟ مثلا اروح عند واحد زميلي الاقي عنده لعبه حلوه، اقول له والله انا عايز اخدها، فاروح ينسخ لي الشورت كات عنده هو على جهازه. هتشتغل ليه؟ لان هو عنده اصل اللعبه جوه اللي هي بعد 5 6 خطوات دي، لكن عندك انت ما عندكش اصل اللعبه، وبالتالي تيجي تشغلها تقول له ده هي مش شغاله، هو يقول لك لا ده هي شغاله عندي تمام، وهو كلامه صح وانت كلامك صح، فعلا هي شغاله عنده ومش شغاله عندك. ليه؟ لان انت ما عندكش اصل الملف بتاعه، لكن انت خدت الشورت كات بس. لكن انا لما احب انسخ، انسخ مين؟ الاصل اللي احنا كنا فاتحينه دلوقتي، خلاص؟ يبقى ده مين؟ الشورت كات. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتعلم النهارده ان شاء الله كيفيه حذف الملفات والمجلدات وكيفيه استرجاعها. فانا عندي في نوعين من الحذف، في حاجه عندي اسمها الحذف المؤقت، وفي حاجه تاني عندي اسمها الحذف النهائي. الحذف المؤقت هو ان انا احذف ملف او مجلد، الملف او المجلد اول ما احذفهم بيروح في مكان عندي اسمه ريسايكل بن، اللي هي سله المهملات او سله المحذوفات، خلاص. لما احب استرجع الملفات دي او المجلدات بفتح السله واسترجعهم. لكن الحذف النهائي ما بيروحش السله، خلاص اتمسح نهائي، مش موجود خالص على الكمبيوتر، ولا يتم استرجاعه نهائيا الا ببرامج متخصصه في استرجاع الملفات المحذوفه نهائيا. تعال نشوف مع بعض كيف اعمل حذف مؤقت واعمل حذف نهائي واعمل استرجاع للملفات المحذوفه مؤقته، واعمل حاجه عندي اسمها تفريغ سله المهملات. مثلا العنصر ده انا عايز اعمل له حذف، هضغط عليه باليمين، اختار ديليت، تظهر رساله تحذيريه بتفيد ان هو بيسالك الكمبيوتر بيقول لك هل انت متاكد ان انت عايز تحذف الدايركتور شورت كات ده، وجايب لي هنا شكل السله. يعني معنى ذلك انا فهمت ايه؟ ان هو هيتحذف ويروح فين؟ السله. انا متاكد، هضغط يس، خلاص. طيب هفتح السله، جيت تاني يوم قلت لا والله ده الملف ده مهم جدا عندي انا عايزه، والملف لسه في السله، هضغط بعد ما فتحت السله هضغط على الملف واختار ريستور ذيس ايتم، يعني استرجع هذا العنصر، اختفى من السله، راح فين؟ رجع مكانه. خلاص، يبقى ده حذف مؤقت وعرفنا كيف نسترجعه تمام. طيب تعال نشوف الحذف النهائي، هضغط باليمين، المؤشر هنا على مين؟ على ديليت. قبل ما اضغط على ديليت اثبت صباعي من لوحه المفاتيح على شيفت
عندنا في زرار في لوحة المفاتيح اسمه شيفت، اثبت صباعي عليه ثم اضغط على ديليت. كده ظهرت رسالة تحذيرية ولكن مفيش شكل السلة، ولكن هنا عامل لي اكس باللون الاحمر، افهم منها انه كده الملف بتاعي او المجلد بتاعي هيتم حذفه نهائيا، يعني مش هيروح السلة. طب تعال نشوف ونجرب كده، هضغط يس، افتح السلة، فين الملف او المجلد اللي انا حذفته؟ مش موجود عندي في السلة. ليه؟ لان انا حذفته شيفت مع ديليت، ده حذف نهائي خلاص. طيب هحذف مثلا علي باليمين، ديليت يس. انا عايز افضي السلة، السلة لو فتحتها هلاقي جواها علي، عايز افضي السلة. من غير ما نفتح السلة هضغط عليها باليمين واختار امبتر سايكل بن. معناه امبتر سايكل بن معناها ايه؟ معناها ان انا بقول للكمبيوتر فرغ او فضي سلة المحذوفات او سلة المهملات، فضيها خلاص، امسح اللي فيها حذف نهائي، احذف حذف نهائي خلاص انا مش عايزه. خلاص هضغط، هيديك رسالة تحذيرية، هقول اما نعم او لا، يس او نو. انا متأكد خلاص انا مش عايز سلة اللي موجود في سلة المحذوفات عندي، خلاص عايز احذفه حذف نهائي، هضغط يس. كده اتمسح نهائيا ولا يمكن استرجاعه الا ببرامج متخصصة. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله باذن الله تعالى هناخد كيفية التعامل مع برنامج ووردباد. ووردباد طبعا هو احد البرامج المتخصصة في كتابة التقارير ومعالجة النصوص، ولكن هو في امكانيات محدودة شوية، يعني مش زي برنامج مايكروسوفت وورد. طيب تعال نشوف مع بعض كيف نفتح برنامج الووردباد. نكتب فيه، نحفظ الملف بتاعنا، هضغط ستارت، اول بروجرام، اكسسوارز، ووردباد. فتح معايا البرنامج بالشكل اللي قدامي ده. خلاص طبعا انا عندي هنا في محاذاه اليسار زي ما احنا شايفين المؤشر جاي ناحيه الشمال، او محاذاه لليمين، او محاذاه للوسط فيخلي المؤشر في الوسط. تمام، هكتب مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، اقدر ان انا اظلل الكلام، احدده كده الاول، اكبر الحجم، اخليه غامق شويه، اخليه مائل، ممكن احط تحتيه خط، ممكن الون الكلام بتاعي لاي لون انا عايزه. تمام، بعد ما بخلص بضغط هنا في اخر الكلام علشان يتلغي التحديد اللي انا عملته، احفظ الملف بتاعي، هضغط هنا، اختار سيف، احفظ الملف، احدد المكان اللي انا عايز احفظ فيه الملف وليكن الديسكتوب، هكتب اسم الملف بتاعي هنا مثلا هسميه محمد فوزي. خلاص بعد كده احدد نوع انا عايز احفظه ايه، طبعا ده النوع الافتراضي اللي هو RTF، على حسب النوع اللي هيطلب مننا او هيطلب مننا في الاختبار هختار النوع اللي انا عايزه. بعد كده بضغط سيف، كده تم حفظ الملف بتاعي باسم محمد فوزي، وهنلاقي الاسم ايه ظهر في اعلى النافذه اللي مفتوحه قدامنا الخاصه ببرنامج ووردباد. طيب في برنامج تاني عندي متخصص في الكتابه ولكن ما فيهوش تنسيقات زي ما احنا شفنا كده، تنسيقات محدوده للغايه، هو اسمه نوت باد. نوت باد خلاص، تعال نضغط هنا، طبعا بالعربي معناه ايه المفكره، والوورد باد بالعربي معناه الدفتر. هضغط ستارت، اول بروجرام، اكسسوارز، هدور عندي على نوت باد اهي، هكتب الكلام اللي انا عايزه عندي بالنوت باد، وليكن هكتب بسم الله الرحمن الرحيم. شكله قدامي كده. تعال نحفظ الملف، فايل، سيف، هكتب اسم الملف اللي انا عايزه هنا مثلا محمد فوزي. هنا الديفولت طبعا وما فيش غيره اللي هو النوت باد عندي هنا بيحفظ بصيغه TXT اللي هي تكست دوكيمنت.
خلاص، وهي تعتبر الديفولت تايب او النوع الافتراضي. نحدد المكان ديسكتوب، هضغط سيف، هلاقي الاسم ظهر هنا، معنى ذلك ايه؟ الملف تم حفظه بطريقة صحيحة. هقفل البرنامج بتاعي عادي، مفيش مشكلة. خلاص ادي اصبح ادي الملف الخاص بالنوت باد، وادي الملف الخاص بالوورد باد. طيب ننتقل بعد كده الى حاجة تانية هنتعلمها مع بعض ان شاء الله، اللي هي الكومبريس فايل او ضغط الملفات. ضغط الملف طبعا في الكثير من البرامج المتخصصة في ضغط الملفات. اشهر هذه البرامج عندي الوين زيب او الوين رير، هي اشهر برامج متخصصه في عمل ضغط للملف. ومعنى كلمه ضغط الملف يعني بيصغر من مساحه الملف، بيضغطه علشان الملف خاصه في الملفات الكبيره كبيره الحجم، فهو بيصغر من حجمها بدون التاثير طبعا على محتويات الملف نفسه. طيب تعال نشوف مع بعض مثلا الفولدر اللي هو عندي ده اسمه WIN او WIN، مساحته كام مكتوبه عندنا هي 244 ميجا بايت. تعال نضغطه، عشان اضغطه هضغط عليه باليمين، هختار عندي، تظهر طبعا قائمة، هختار عندي كومبريس. طبعا في اكتر من امر، انا كده هستخدم ايه، هنستخدم مع بعض برنامج وين رير. خلاص هستخدم مع بعض برنامج وين رير. طيب انا دلوقتي عايز اضغطه، هكتب مثلا added to وين رير دوت added to وين دوت ار اي R، اللي هي ايه اختصار لكلمة او الاكستنشن الامتداد الخاص ببرنامج الوينرير. طيب هضغط عليها، طبعا هنا على حسب الاسم، يعني ما نفترض ان الفولدر مثلا اسمه محمد فوزي، هلاقي added to محمد فوزي دوت ار اي ار. خلاص هضغط عليه، هيتم عملية الضغط زي ما احنا شايفين، هنتظر لحد ما يخلص. طيب كده تم الانتهاء من ضغط الفولدر اللي هو اسمه وين، ادد الملف الناتج عن عملية الضغط، اصبح مساحته 149 ميجا بايت. طبعا صغر بمساحة يعني بنسبة كبيرة جدا، يعني هنشوف هنا الاصلي الفولدر بدون ضغط 244، بعد الضغط 149. طيب انا ضغطت الفولدر اللي هو اسمه WIN بالشكل اللي قدامنا ده، نفترض ان انا الفولدر ده همسحه ديليت، او اتمسح عن طريق الخطا، او اتمسح باي طريقه. ال WIN ده انا عايز افكه بقى. يعني ايه افكه؟ يعني عايز لو انا فتحت طبعا ال WIN، معذره انا في برنامج هنا شغال في الخلفيه، احنا خلينا هنا في ال WIN البرنامج الثاني ده حاجه تانية خالص. طيب WIN انا فتحت لقيت جواه ايه، جواه WIN ادي المضغوط، فتحته لقيت فيه الفولدر بتاعي. طب انا عايز اعمل له اكستراكت، عايز اطلع الفولدر ده علشان افكه، علشان اقدر اتعامل معاه. تعال نشوف مع بعض كيف اعمل فك للملفات المضغوطه. هضغط على الملف المضغوط باليمين، هختار اكستراكت هير. اكستراكت هير يعني فكه في المكان ده، يعني فكه على سطح المكتب، اوكي، في المكان اللي انا موجود فيه حاليا. اكستراكت هير، اكستراكت فايل يعني فكه في مكان انت هتحدده فين. خلينا احنا نختار اكستراكت هير، هيبدا يفك الملف بتاعي، هنتظر لحد ما يخلص. كده انتهى من عمل اكستراكت للفايل المضغوط، وظهر لي الفولدر تاني بنفس الحجم اللي هو كان قبل عملية الضغط. خلاص يبقى احنا عرفنا الضغط بيساعدنا ان هو بيوفر مساحة، اقدر ان انا افك الضغط زي ما احنا شفنا، اعمل اكستراكت، اقدر ان انا اضغط اي ملف، ان انا اضغط عليه باليمين واختار ادت تو، وهلاقي اسم الايه الفولدر او الملف هنا، بضغط عليه وانتظر لحد ما يخلص او ينتهي من عملية الضغط. طيب ننتقل بعد كده اخر حاجه عندنا النهارده في المحاضره بتاعتنا، كيفيه التعامل مع الفيروسات. طبعا الفيروسات شيء خطر على الملفات بتاعتي، خطر على السيستم بتاعي. لابد اول حاجه يكون عندي برنامج حمايه قوي، هنعرف بعض البرامج دي. لابد ان انا اعمل للبرنامج ابديت تحديث علشان يقدر يتعرف على احدث الفيروسات،
اشهر هذه البرامج طبعا عندي الكاسبر سكاي، عندي النورتون، عندي الافاست الى اخره. طبعا في برامج كتيره، في الافيرا، في النود. طيب انا مثلا عندي هنا منزل الكاسبر سكاي. طيب انا عايز اعمل اسكان للفولدر ده. علشان تعمل اسكان لاي فولدر او اي ملف اضغط عليه باليمين واختار اسكان فور فيروس، انتظر لحد ما يبدا عمل البرنامج. هيتم فتح حاليا برنامج الكاسبر ويبدا في عمليه فحص للفيروسات على مين؟ على الفولدر او الملف اللي احنا حددناه. هنتظر كده. فتح كده البرنامج زي ما احنا شايفين. اول ما بيفتح طبعا بيطلع لي الرساله دي، ده خاص بالكاسبر. هضغط هنا سكان ويزاوت ابديت، بيتم فتح النافذة الخاصة بعملية الإسكان ويبدأ يعد هو تم فحص كام ملف وهل في ملفات خطرة هو شايفها خطرة. طبعا هو هنا خلص الفحص سريعا لأن هم 13 ملف، عدد صغير من الملفات وما لقاش فيها فيروسات. خلاص دي الأسلوب اللي احنا هنتبعه في عملية فحص الملفات والمجلدات من الفيروسات في الاختبار. ان انت نضغط على الفايل او الفولدر باليمين، زرار اليمين في الماوس، بختار منه scan for virus. scan for virus بتظهر قائمة، بختار scan for virus. خلاص زي ما احنا ايه شفنا بالشكل ده سكان فور فيروس، على حسب بقى ايه البرنامج اللي هيكون في الاختبار ايا كان، ولكن دي هي الطريقه اللي احنا هنتبعها. نضغط على الفايل المطلوب باليمين واختار سكان فور فيروس. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض كيفيه البحث عن الملفات. لو انا عندي بعض الملفات موجوده عندي على الجهاز وانا عايز ابحث عنها، انا مش متذكر اسمها ايه بالظبط، ممكن ابحث بنوعها. طب لو متذكر اسمها ممكن ابحث بالاسم. لو انا مش متذكر الاسم او النوع ممكن ابحث بالتاريخ، يعني ابحث عن اخر ملفات تم انشائها على سبيل المثال. تعال نشوف مع بعض كيف ابحث عن الملفات. هفتح عندي ماي كمبيوتر، هضغط هنا في خانة السيرش. لو انا عايز ابحث في الجهاز ككل تمام هضغط هنا على طول، لكن لو انا عايز ابحث مثلا في السي او الدي او الاي على اي بارتيشن من البارتيشنات الموجودة عندي في الجهاز بتاعي، يبقى لابد ان انا افتح البارتيشن الاول، يعني افتح مثلا السي وابحث كده هيبحث جوه السي فقط لا غير. لكن لو انا عايز ابحث على جميع البارتيشن، يعني هبحث في الجهاز كله، اذا ارجع كده للخلف باك وكده اضغط هنا وابحث عن اللي انا عايز ابحث عنه. خلاص مثلا انا عايز ابحث عندي في السي، هضغط هنا هبحث مثلا، افترض ان انا عندي هبحث عن اسم ملف معين او فولدر اسمه على سبيل المثال سيستم 32. خلاص اكتب سيستم 32، اضغط انتر، بيتم البحث زي ما احنا شايفين كده عن اي ملفات او فولدرات او مجلدات يعني اسمها سيستم 32. طبعا اول ما هيلاقي هيظهر عندي الناتج هنا زي ما ظاهر عندي حاليا، هو حاليا لقى فولدر باسم سيستم 32 ومكانه عندي فين؟ في السي جوه مجلد عندي اسمه ويندوز. خلاص كل الملفات دي تحمل كلمة سيستم 32. طيب الكلام ده لو انا عارف ايه اسم الملف او اسم الفولدر، ولكن لو انا مش عارف كده، نفترض ان انا عايز ابحث عن جميع ملفات الوورد خلاص اللي موجودة عندي في السي. كلمة جميع يعني نجمة، خلاص اعمل نجمة دوت، هكتب نوع الملفات. فانا عندي حاجة اسمها extension او امتداد الملف، فملفات الوورد عندي امتدادها DOC. خلاص يبقى كتبت star.doc، اضغط انتر، هيتم البحث عن جميع ملفات الوورد اللي موجودة في الدرايف C. خلاص انتظر لحد ما ايه ينتهي من عملية البحث. طبعا لو في اي
ملفات تم ايجادها. هنلاقيها تظهر عندي هنا في المساحة دي. تم الوصول لبعض الملفات زي ما احنا شايفين بالشكل اللي قدام. طيب يبقى انا كده عرفت ابحث بالاسم، عرفت ابحث بالنوع. نفترض ان انا عايز اعرف اخر ملفات تم انشائها بصرف النظر اسمها ايه، بصرف النظر عن نوعها ايه. هضغط هنا مرتين اختار date modify. date modify يعني تاريخ التعديل او تاريخ الانشاء. هختار هنا التاريخ اللي انا عايزه، انا عايز الملفات التي تم انشائها في يوم ايه بالظبط. مثلا هقول له يوم 29 يونيو، تمام، واضغط انتر. ادي جميع الملفات التي تم انشائها في يوم 29 يونيو او تم التعديل عليها، سواء تم انشائها او تم التعديل عليها. يبقى دي عمليه البحث، يبقى عرفت ابحث بالاسم، ابحث بالنوع، ابحث بالتاريخ. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتعلم مع بعض النهارده كيفيه التعامل مع برنامج الرسام. الرسام هو برنامج لذيذ وبسيط بيساعدنا على ان انا ممكن اعمل بعض الرسومات البسيطه. هضغط ستارت، اختار اول بروجرام، اختار اكسسوارز، اختار بينت. بينت يعني الرسام. فتح معايا برنامج الرسام زي ما احنا شايفين قدامنا. اكبر كده النافذه دي، المساحه اللي انا هرسم عليها. ممكن ان انا اكبر المساحه دي من المربع الابيض اللي هنا، احط المؤشر بس عليه كده، الاحظ ان المؤشر اتحول لسهمين عكس بعض. اضغط واسحب، بكبر المساحه اللي انا هتعامل معاها. عندي مجموعه من الادوات اقدر استخدمها، تمام. على سبيل المثال هستخدم اداه زي كده، هرسم الاداه بتاعتي خلاص. ممكن اصغرها او اكبرها من الاركان زي ما احنا شايفين كده. حط بس المؤشر على المربع، بيتحول المؤشر لسهمين عكس بعض. اضغط ضغط مستمر، يعني اثبت صباعي على الزرار وابدا احرك الماوس، بكبر واصغر زي ما انا عايز. ممكن ارسم رسمه ثانيه، ممكن اختار لون مثلا الاحمر، ابتدى يرسم البوردر الخارجي باللون الاحمر، تمام. ممكن اختار حجم البوردر بالشكل ده. انا طبعا ضغط حاليا على الرسمه دي، فببدا اتحكم في البوردر الخارجي، السمك بتاعه بالشكل ده. لو انا حبيت الون الرسمه بتاعتي من الداخل، اختار اللون اللي انا عايزه، اختار الاداه دي. الاداه دي اسمها بينت باكيت، او اسمها الفيل. أداة الفيل هي التعبئة، يعني بالعربي معناها التعبئة، يعني ان هي تلون اللون المساحة الداخلية للرسمة اللي احنا رسمناها خلاص. مثلا لو انا ضغطت هنا فلونه باللون الاحمر اللي انا مختاره. ممكن اختار مثلا اللون ده كده، اضغط هنا الاقي بيغير لي او بيلون الرسمة باللون اللي انا مختاره. طيب عندي بعض الادوات الاخرى. عندي هنا الممحاة اللي هي الاستيكة، اقدر ان انا امسح بيها. طبعا بنلاحظ هنا الاستيكه صغيره، ممكن ان انا اكبر الاستيكه من السايز هنا، تمام. امسح الجزء اللي انا مش عايزه بالشكل اللي قدامي كده. ممكن اكبر الاستيكه بالشكل اللي قدامي كده، اقدر كده بتمسح معايا بسرعه عشان ما تاخدش معايا وقت في عمليه المسح خلاص. في اداه تاني عندي اللي هي البراش. البراش اللي هي الفرشاه، في كذا شكل من الفرشة بالشكل اللي قدامي ده على حسب الشكل بتاعي، على شكل أقلام. فمثلا أنا اخترت الشكل ده، اختار اللون اللي أنا عايز أكتب بيه أو أرسم بيه. مثلا اخترت اللون ده، تمام. أكتب مثلا أي حروف أنا عايزها، MF مثلا محمد فوزي اختصار، تمام. ممكن عندي اختار اي فرشة تاني بالشكل ده. الفرشة دي مختلفة شوية، تعمل معايا الشكل الجميل ده، وابدأ اكمل الكلمة. ممكن استخدم الممحاة تاني، لاستيكة، امسح
ممكن اختار شكل تاني من الاشكال زي كده. ده بيعمل الشكل اللي قدامي ده كده. اظبط طبعا ايدي ما اكتبش بسرعه لان انا هنا مستعجل شويه في الكتابه. لو ظبطت ايدي وبهدوء تام هكتب احسن من كده. تمام، يبقى انا عندي هنا الفرشه، اختار الفرشه اللي انا عايزها، اختار اللون انا عايز اكتب بيه اي لون، وبعد كده ابدا اشتغل. خلاص عندي الرسومات زي ما احنا عرفنا، ارسم الرسمه اللي انا عايزها بالشكل ده كده، اختار اللون اللي انا عايز الون بيه الرسمه، واضغط جوه الرسمه تتلون بالشكل اللي قدامي. في بعض الاحيان بتحصل اخطاء، اجي امسح بالاستيكه الاقي الاستيكه بتلون ما بتمسحش. ليه؟ لان لازم اللون التاني اللي هو اللون ده لازم يكون لون ابيض، ده لون الاستيكه. خلاص، فانا ممكن لو اخترت مثلا لون بني كده وجيت خدت الاستيكه وجيت امسح هلاقي الاستيكه بتلون ما بتمسحش، يبقى لازم انا في الكالر 2 اللون ده لازم يكون لون ابيض. خلاص، طيب لو انا عايز اكتب كتابه من لوحه المفاتيح اضغط على حرف الاي، هضغط كده ارسم مربع اللي انا عايز اكتب فيه وابدا اكتب مباشره. تمام، اكتب اللي انا عايزه. ممكن احاول انجليش، خلاص مثلا كده. انا كتبت الكلام اللي قدامي ده، احدده كده، ممكن اغير اللون، بس لازم طبعا انا عندي هنا طبعا هنا اغير مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، اختار لون مختلف. عندي ممكن اغير الحجم، اظلل كلامي زي ما احنا شايفين بالشكل ده، اضغط كده واحدد الكلام. هنا اختار مثلا ممكن شكل الخط نفسه اللي انا هشتغل عليه، واقدر ان انا اتحكم في حجم الكلام من هنا زي ما احنا شايفين، مثلا خلي 26، اغير اللون للون اللي انا عايزه بالشكل اللي قدامي. ممكن اخلي بسم الله الرحمن الرحيم اخليها بولد يعني عريض شوية اللون، او اخليه خفيف زي ما احنا شايفين كده. ممكن اخليه مائل في ميلة معينة، بس هنا في مشكلة في الخطوط فبيحصل كده. ممكن اخلي تحت الكلام خط فبيحصل الكلام ده. خلاص، ده بالنسبة للنص. بعد ما بخلص طبعا بضغط جوه الصفحة البيضاء اللي هي الخاصة بالرسم بتاعي، واصبح هنا ده الكلام اللي قدامي. تمام، يبقى انا عرفت كيف ارسم. ممكن ارسم اي رسمة، الونها، اتحكم في اللون بتاعها، استخدم الفرشة، استخدم اداة الكتابة اللي هي حرف الاي، الون من حرف من اداة الفيل، استخدم اداة الممحاة اللي هي الاستيكة. فلو على سبيل المثال مثلا انا رسمت رسمة زي كده، اخترت مثلا اللون دوا واخترت الاداة وضغطت هنا، خلاص عندي هنا في اداة اسمها روتيت، ممكن يلف الرسمة بالشكل ده. ممكن اختارها تاني كده، ممكن اختار 180 درجة، ممكن اختار بالشكل ده. ممكن طبعا الدوران اللي بيحصل ده بيحصل على ايه؟ بيحصل عندي، ملاحظين، بيحصل على الرسمة كلها خلاص بالشكل اللي قدامي ده، بيحصل عندي على الرسمة كلها زي ما احنا شايفين. لكن لو انا طبعا حددت جزء معين، مثلا على سبيل المثال حددت كده الجزء ده من الاداة سيلكت، حددت الجزء ده، لما اجي اعمل هنا روتيت
الجزء ده بس هو اللي هيلف خلاص. هنا طبعا بس في مشكلة عندي انا. طيب تعال نحفظ الملف بتاعنا. هضغط على رمز الديسك عندي هنا، هكتب اسم الملف. انا عايز احفظه باسم ايه؟ مثلا هسميه 1 1 5. اختار النوع جي بي جي اللي هو النوع ده، وافضل انواع الصور لانه بيخلي مساحة الصورة مساحة صغيرة. تمام، اضغط المكان اللي انا عايز احفظ فيه الديسكتوب، اضغط سيف. لو انا عملت مينيمايز تصغير للبرنامج هلاقي الرسمة بتاعتي على سطح المكتب اهي بالشكل اللي قدامي ده. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هنبدأ نتكلم عن كيفية اغلاق الجهاز بالطريقة الصحيحة. هنتكلم كمان عن مجموعة من الاوامر اللي موجودة في نفس مكان طريقة اغلاق الجهاز. لو عايز اغلق الجهاز بالطريقة الصحيحة هضغط على ستارت طبعا بزرار الشمال خلاص. هضغط هنا شوت داون. شوت داون يعني اغلاق. بمجرد ما انا هضغط على شوت داون هيتم اغلاق الجهاز بالطريقة الصحيحة. تمام، ولابد ان احنا نتذكر شيء مهم جدا. قبل ما اعمل شوت داون لابد ان انا اكون قافل كل الملفات بتاعتي. يعني لو انا بلعب على لعبة اكون قافلها، فاتح ملف معين هكون قافل الملف بتاعي. تمام، علشان ما يحصلش في هذه الملفات اي تلف. لو ضغطت على السهم اللي جنب شوت داون هنلاقي مجموعة الاوامر. اغلبنا وبعضنا فاغلبنا ما بيستخدمش هذه الاوامر. نبدأ نتعرف على هذه الاوامر. عندي طبعا امر ريستارت هو اشهر هذه الاوامر. ريستارت يعني اعادة تشغيل. في بعض الاحيان اكون مثلا بشتغل على الكمبيوتر واحس ان الكمبيوتر تجيل مرة واحدة، فلما يتجه الكمبيوتر مرة واحدة نعرف ان الذاكرة رام وهي الذاكرة المؤقتة طبعا اتملت. يعني انا اكون ممكن اكون فاتح اكتر من لعبة او فتحت العاب او فتحت برامج كتير فالذاكرة بتتمل. فالحل في الوقت ده ان انا اعمل ريستارت. فالريستارت هيعمل ايه؟ الريستارت عندها هيطفي الجهاز ويشغله مرة تاني. وبمجرد طبعا ما يطفي الجهاز جميع الاوامر اللي موجودة في الذاكرة بتتمسح، وبالتالي بيكون زي عملية تنشيط للجهاز ويكون الجهاز اسرع من الاول اللي كان فيها في حالة البطء. خلاص؟ طيب عندي كمان امر سليب. امر سليب في بعض الاحيان اكون مثلا شغال على جهازي وهبعد عن الجهاز فترة من الوقت، مثلا هقضي فيها مثلا انا قاعد اتغدى بسمع التلفزيون الى اخره. فبدل ما اطفي الجهاز اعمله عملية سليب. سليب ده بياخد نسبة ضعيفة جدا من الكهرباء اللي بيستغلها الجهاز، وبيعتبر ان هو في حالة كده ايه، يعني خمول. لا الجهاز اتطفى ولا هو شغال بنسبة 100%. وبمجرد ما انا احب اشغل الجهاز بتاعي بحرك الماوس بس كده بيبدأ تشغيل الجهاز مرة اخرى، وبلاقي جميع الملفات بتاعتي اللي انا كنت فاتحها مفتوحة زي ما هي، ما حصلهاش اي حاجة. عندي كمان امر مهم جدا هو لوك. لوك ده لو انا عامل باسورد على الجهاز بتاعي وشغال في شغل مثلا او انا في البيت، فممكن رايح مثلا اجيب كوباية شاي كوباية نسكافيه، فانا عايز في الوقت ده ما اطفيش الجهاز، في نفس الوقت خايف لحد يقعد مثلا على الكمبيوتر بتاعي، فانا بعمل لوك. لوك فبيعمل لي ايه؟ اول ما اعمل لوك بتظهر معايا الشاشه دي. لو انا عامل باسورد ما ينفعش ان انا ادخل الا من خلال الباسورد. تمام، طبعا انا هنا مش عامل باسورد فبضغط على طول فيتم ايه فتح الجهاز مباشره. تمام، طيب ننتقل الى الامر الاخر لوج اوف. لوج اوف ده بيساعد لو انا عامل اكتر من يوزر على الكمبيوتر بتاعي، يعني في اكتر من واحد على الكمبيوتر كل واحد ليه باسورد. فانا دلوقتي مثلا انا داخل بيوزر اسمه ادمنستريتور، ممكن اعمل لوج اوف. لوج اوف يعني تسجيل خروج، وتسجيل الخروج بيتم من خلاله اغلاق جميع البرامج المفتوحه، ثم يجيب لي الشاشه فيها جميع اليوزر الموجوده عندي على الكمبيوتر بتاعي، على اساس ان انا ممكن ادخل على يوزر اخر، وهنعرف الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله في المحاضره القادمه باذن الله تعالى. خلاص، نفس الكلام سويتش يوزر، بس الفرق بين لوج اوف
والسويتش يوزر، ان السويتش يوزر ما يعني لما بنفذها جميع البرامج المفتوحه عندي لا تغلق، خلاص بتبقى مفتوحه زي ما هي، مفيش اي مشكله. ممكن ادخل على يوزر تاني اشتغل عليه شويه، وبعد كده ادخل على اليوزر بتاعي تاني والاقي البرامج بتاعتي مفتوحه زي ما هي، خلاص. دي جميع الاوامر الموجوده معايا في شوت داون، واهم هذه الاوامر طبعا اللي احنا خدناها. عندي فيها امر اخير وهو هايبرنيت عشان ما انساش. هايبرنيت هو بيعمل، اول ما اعمل هايبرنيت احس ان الجهاز فصل نهائيا من الكهرباء، خلاص. ولكن هو ما فصلش، يعني هو بيبقى واخد نسبه من الكهرباء بسيطه جدا. اول ما احب اشغل الكمبيوتر مره اخرى اضغط على زرار الباور اللي انا بشغل من الكمبيوتر، الزرار اللي في الكيس عندي، او لو في اللابتوب عندي في زرار خاص بالباور اللي هو اول ما اضغط عليه يتم تشغيل الجهاز. اضغط على زرار باور الاقي الجهاز بدا يشتغل، ما بياخدش نفس فتره التحميل اللي هي بيحملها في حاله لما يكون جهاز مغلق تماما ان انا اعمل له شوت داون، لا هنا بيحمل بسرعه اكتر شويه وبيبدا يشتغل على طول، تمام. دي اهم الاوامر عندي. يبقى احنا عرفنا الشوت داون، عرفنا السويتش يوزر، اللوج اوف، اللوك، ريستارت، سليب، الهايبر نيت. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتعامل هنتعلم مع بعض ان شاء الله باذن الله تعالى في هذه المحاضره كيفيه التعامل مع الباك اب. الباك اب هي عباره عن نسخه احتياطيه انا بعملها من البرامج والملفات المهمه عندي او البارتيشنز المهم اللي فيه داتا مهمه، وانا خايف على الداتا دي ان هي ممكن البيانات يعني ان هي ممكن تتحذف، او ان هي عن طريق الخطا طبعا، او ان هي تصاب باحد الفيروسات فيتم تدميرها. طيب فانا بعمل نسخه احتياطيه باك اب، وفي حاله تلف الملفات دي او البرامج اقدر ان انا استدعي نسخه من النسخه الاحتياطيه اقدر اتعامل معها. طيب تعال نشوف مع بعض كيف نعمل باك اب. اضغط ستارت، كنترول بانل، باك اب يور كمبيوتر، تشينج سيتنج. طبعا لو انا كنت عملت باك اب قبل كده هتظهر بالشكل ده، فانا بعمل تشينج سيتنج عشان اغير الاعدادات. هنشوف هنا بيقول لي select where you want to save your backup، يعني انت عايز تحفظ النسخه الاحتياطيه فين. طبعا هو مستبعد هنا الدرايف سي على اساس ان هو بياخد الديفولت بتاعه ان هو بياخد الباك اب بتاعه من السي. فانا على سبيل المثال انا هحفظ مثلا النسخه الاحتياطيه وليكن في الدي، هضغط نيكست. هنا بيسالني سؤال what do you want to backup، انت عايز تعمل backup لمين بالظبط؟ هل الويندوز هو اللي يختار لك الملفات اللي هو شايفها مهمه او ضروريه، ام انت اللي هتختار؟ لا انا اللي هختار طبعا الملفات بتاعتي ان انا عايز اعملها backup. let me choose، هضغط next. طيب نحدد هنا الحاجات اللي احنا عايزين نعملها backup. طبعا انا هشيل اللي هو مختاره دوا، هشيل علامات الصح دي، وهشيل كمان ان هو هيعمل لي باك اب للسيستم. انا هحدد انا عايز اعمل ايه بالظبط. مثلا على سبيل المثال هدخل عندي هنا جوه السي، هنزل تحت مثلا اليوزرز الادمنستريتور. على سبيل المثال انا هعمل باك اب عندي لمين؟ تعال نشوف كده. مثلا لو دخلت على الديسكتوب مثلا خليني في الميوزك هنا على طول، تمام. هعمل باك اب لمين؟ للميوزك. طيب هضغط نيكست، يبقى انا هعمل الفولدر ميوزك باك اب، وهحفظه فين؟ وهحفظه في الدي. طيب هضغط نيكست، سيف سيتنجز اند اكزيت، احفظ تغيراته وبعد كده اطلع. بضغط بعد كده هنا باك اب ناو، ابدا عمليه النسخ الاحتياطي، تمام. بيبدا هنا ينفذ الامر بتاع، طبعا بيكتمل سرعه الاكتمال هنا بتتوقف على كبر او صغر حجم الداتا اللي انا هعمل لها الباك اب، اوكي. فاحنا هنا ايه هننتظر شويه لحد ما ايه يخلص الباك اب. كده خلص عمليه النسخ الاحتياطي. لو انا عملت هنا كلوز للنافذه دي، دخلت عندي هنا كمبيوتر، دخلت عندي في الدي، هلاقي عمل لي الباك اب باسم ام اف اللي هو اسم اسم الجهاز نفسه عندي، خلاص. نفترض ان انا حذفت الفولدر اللي هو كان اسمه ميوزك،
ندخل على السي كلمة موجود في اليوزرز ادمنستريتور. ادي ماي ميوزك. نفترض ان تم حذفه عن طريق الخطا او في فيروس حذف لي الفولدر. انا همسحه كده يس. اتمسح كده الفولدر بتاع ميوزك. طب هعمل ايه ساعتها؟ هدخل عندي على الباك اب هشغله دبل كليك. هختار عندي ريستور ماي فايل فروم ذيس باك اب. تمام. هضغط عندي براوز فور فولدرز. هختار عندي هنا باك اب هفتحها يوزر ادمنستريتور. ادي الميوزك بتاعي ادت فولدر. هضغط نيكست. تمام. هنا بيسألني سؤال، انت عايز ترجع النسخة الاحتياطية الداتا اللي موجودة في النسخة الاحتياطية، عايز ترجعها فين؟ في نفس المكان الاصلي original location ولا في مكان انت عايز تحدده؟ لا انا عايز مثلا انزله في نفس المكان، فسيبها زي ما هي in the original location واضغط restore. كده your file have been restored، يعني تم استرجاع الداتا بتاعتك او الفايل بتاعك. تعال نفتح كده كمبيوتر سي اليوزر الادمنستريتور. اد ماي ميوزك رجعت تاني، وهي دي ايه الفايده الاساسيه بتاعت الباك اب. طيب ننتقل بعد كده الى كيفيه التعامل مع البرينتر. هضغط عند ستارت كنترول بانل. الاقي عندي طبعا لو البرينتر اي برينتر جديد انا بوصله بالكمبيوتر بيحتاج حاجه عندي اسمها الدرايفر او اسطوانه التعريف علشان تشتغل الطابعه بشكل صحيح. طيب في بعض الاحيان بيكون عندي طابعات قديمه شويه، يعني ممكن ويندوز يتعرف عليها او ممكن ان انا اعرفها من خلال الدرايفرز او التعريفات الموجوده داخل الويندوز. طيب تعال نشوف. نتخيل ان احنا عندنا طابعه او انا هعرف طابعه من ضمن التعريفات الموجوده عندي في الويندوز. تعال نشوف مع بعض. انا دخلت عندي هنا في الكنترول بانل. هضغط هنا view devices and printers. دي طبعا الطابعات اللي مضافه عندي حاليا. اضغط هنا add a printer. هنا طبعا بيسألني سؤال، هل انت عايز تضيف طابعة شبكة؟ يعني لو انا في وسط شبكة ممكن ان انا اضيف طابعة تكون معمول لها شير على الشبكة على اساس ان انا اقدر اطبع عندي من على جهازي على نفس الطابعة اللي هي ممكن تكون موجودة عندي مثلا في مكتب المدير بس مضافة داخل الشبكة. لا انا هضيف local printer، طابعة محلية يعني طابعة على الجهاز عندي. تمام. هنا طبعا بنختار البورت، طبعا عشان احنا مش موصلين طبعا حاليا فانا ممكن اختار اي بورت ما فيش مشكله. هضغط نيكست. تمام. هنتظر هنا هينزل لي ليست الطابعات اللي موجوده عندي داخل الويندوز 7. هنا طبعا اسم الشركه خاصه بتاعها، وليكن انا اختار اتش بي. دي الموديلات بتاعتها، وليكن انا اختار اي موديل مثلا على سبيل المثال هختار اتش بي ديسك جيت 5100. هضغط نيكست. جايب لي اسمي هنا، هضغط نيكست. انستولينج برينتر، بيعمل عملية تثبيت او تنصيب عندي للطابعة بتاعتي على الجهاز. هنتظر لحد ما يخلص. كده خلص عملية تثبيت الطابعة على الجهاز. انا بيسالني سؤال، هل انت عايز تعمل شير للطابعه يعني تخليها مشاركه، تعملها مشاركه من خلال الشبكه ولا دونت شير؟ انا مثلا هقول له دونت شير، انا مش عايز اعملها مشاركه في النتورك. هضغط نيكست. تمام. هنا بيسالني سؤال، هل انت عايزها هي الديفولت برينتر، هي الطابعه الافتراضيه؟ براحتك، لو انت عايزها اوكي، لو مش عايزها بتشيل علامه الصح وبضغط فينيش. تمام. في كل الاحوال بضغط فينيش سواء انا حطيت صح عايزه ديفولت برينتر او مش عايزه ديفولت برينتر. فينش.
ديفولت برينتر نزل لي ال 5100 الطبعه بتاعتي وعمل لي عليها علامه صح، يعني هي الديفولت برينتر، هي الطبعه الافتراضيه. طيب تعال نتحكم في اداره الطبعه بتاعتي دي. لو انا ضغطت عليها دبل كليك فتحت عندي الطبعه بتاعتي. ممكن افتح عندي هضغط هنا دبل كليك سي واتس برينتنج، يعني شوف ايه اللي بيطبع حاليا. هضغط دبل كليك فبيفتح لي عندي هنا النافذه اللي قدامي. النافذه اللي قدامي هنا بتظهر لي الاوامر اللي حاليا انا عاطيها للطباعه على الطبعه دي. يعني على سبيل المثال لو انا فاتح مثلا، تعالى كده نجرب علشان الامور تبقى واضحه، هفتح مثلا ملف محمد دوا محمد فوزي، هبدا امر برنت طباعه، ادي ال 5100 هي ظهرت لوحدها. ليه؟ لان انا مخليها الديفولت برنتر، هي الطبعه الافتراضيه. هبدا امر طباعه برنت، ماشي، اعمل كلوز للوورد، هلاقي اسم الملف بتاعي ظهر عندي هنا. تمام، طبعا هنا طالع ايرور. ليه؟ لان انا ما عنديش طبعه اصلا، ولكن انا معرفها كطبعه وهميه، يعني انا معرفها بدون وجود طبعه، فظهر الامر عندي هنا. طيب انا عندي لو ضغطت على الامر، طبعا ممكن الاقي مجموعه من الاوامر على حسب الاوامر اللي انا عطيتها. انا حاليا مش عاطي غير امر واحد فقط للطباعه. طيب لو انا ضغطت عندي هنا دوكيمنت، ممكن اعمل توقف مؤقت للطباعه للملف ده، فعطى هنا ستاتوس الحاله بتاعتي بوزد برينتنج، يعني الطباعه متوقفه على الملف اللي اسمه محمد فوزي ده. تمام، وجاب لي هنا طبعا عدد الصفحات بتاعته هو صفحه واحد. طيب عايز هضغط تاني على محمد، عايز اكمل ريزون. تمام، طيب ممكن لو كانت حصلت مثلا اي مشكله وانا عايز اكنسل الامر خالص، اضغط هنا كانسل. لو عايز اعيد الطباعه يعيد من الاول، اقول له ريستارت. ريستارت يعني ابدا من الاول. تمام، لو انا عايز اعمل كانسل لكل الاوامر، يعني عندي اكتر من ملف وعايز اكنسلهم، مثلا انا فتحت الفايل ده هديله امر برنت على سبيل المثال، هضغط برنت كلوز، هنلاقي الامر الثاني نزل هنا، الاولاني اللي هو النوت باد اللي هو ده، وده الخاص بالوورد اللي هو ده محمد فوزي. تمام، طيب ممكن ان انا اكنسل الاوامر كلها، فاضغط هنا على برينتر واختار كانسل اول دوكيمنت، يعني الغي كل الاوامر، كانسل اول دوكيمنت. بتظهر لي هنا رساله تاكيديه، انت متاكد ان انت عايز تعمل كانسل؟ لو متاكد بضغط يس، لو مش متاكد بضغط نو. مثلا هضغط عندي هنا يس، كده بيكنسل لي كل الاوامر، اتمسحت من قدامي. طيب ممكن اعمل في بعض الاحيان في ناس بتغلط، بدل ما هي تعمل بوز للبوز للفايل اللي بيطبع حاليا، فبتدخل على برينتر وتضغط هنا بوز برينتنج. بوز برينتنج يعني ايه؟ يعني وقف عمليه الطباعه خالص، فاي امر طباعه هيجي على الطبعه اللي هي 5100 ده مش هتطبع الطبعه. وهنا بتحصل مشكله في بعض الاحيان، الناس يجي يقول لك يا طبعا مش عايزه تطبع، طبعا مش عايزه تطبع، وعمال ادي امر طباعه. اول ما بندخل عندي على البرينتر هنا بلاقيه هو معلم لي هنا على بوز برينتنج، لقى عليها علامه صح. طب ما انت يا ابن الحلال انت عاطي امر ان وقف الطباعه، بيقول للويندوز وقف الطباعه على الطبعه دي نهائيا، فانت موقف امر الطباعه. والاقي عنده هنا بقى عدد رهيب من الاوامر اللي الطبعه واخدها، ولكن الطبعه هنا واخده حاله توقف مؤقت الطبعه بالكامل. فاول ما بدخل عندي هنا برينتر بلغي دي طبعا بوز برينتنج، بتتشال من هنا، الاقي بقى الطبعه ابتدت تاخد كل الاوامر. في الوقت ده طبعا بلاقي، نفترض ان هو ممكن يكون فايل وهو عطالي مثلا على سبيل المثال 100 مره امر طباعه، كل مره بيحاول وبيحس ان الطبعه مثلا ما بتطبعش، يقول لك طب احاول مره ثانيه، احاول مره ثالثه. فالاقي هنا اول ما بلغي انا بوز برينتنج بيبدا يطبع ال 100 مره دي او ال 100 امر ده، فانا الحق بسرعه بعد ما بضغط هنا بضغط كانسل اول دوكيمنت، اكنسل الاوامر كلها واشيل علامه صح من بوست برينتنج، وبعد كده ادي له امر طباعه عادي، الاقي الطبعه بتاعتنا طبعت بدون اي مشاكل. خلاص، طيب نقفل كده، نرجع تاني هنا. نفترض على سبيل المثال انا قلت عندي الطبعه الافتراضيه اصبحت هي ال 5100، نفترض ان انا مش عايزها هي الافتراضيه، انا عايز مثلا الطبعه دي هي اللي تكون افتراضيه. هضغط عليها خلاص،
باليمين هختار هنا set as a default set as default printer، اجعلها هي الطبعه الافتراضيه. اتحطت هي اللي عليها علامه صح واتشالت علامه صح من الديسكتوب ال اتش بي ديسك جيت 5100 واتحطت علامه صح على الطبعه بتاعت اللي هي مايكروسوفت اكس بي اس دوكيومنت رايتر. خلاص. فطيب نفترض ان انا عايز على سبيل المثال الغي الطبعه خالص، اضغط عليها اختار ريموف ديفايس. يس كده بايه بيشيل عمليه الطبعات، شالت ال 5100. وبكده عرفت كيف ان انا اعمل انستول لاي طبعه من خلال التعريفات الموجوده عندي على الجهاز، كيف اديرها، اوقف امر طباعه، الغي جميع الاوامر، الغي امر معين، اوقف الطباعه نهائيا عن الطبعه، اخلي الطبعه هي الديفولت برينتر، او اخلي اي طبعه اخرى ديفولت برينتر، او اشيل الطبعه اصلا من التعريفات او من ضمن الطبعات المضافه عندي على الجهاز. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد مع بعض النهاردة ان شاء الله اول حاجة في المحاضرة بتاعتنا هي كيفية الاستفادة من امر الهلب. امر الهلب ده هو امر من اسمه هلب يعني مساعدة، فعلشان استفاد الاستفادة القصوى من امر هلب اول حاجة هعملها هضغط عندي زرار ستارت، هختار هنا help and support. فتحت معايا النافذة الخاصة بالhelp. طبعا بتساعدني ان انا لو انا عايز استفسر او عايز مساعدة في تنفيذ امر معين انا مش عارف انفذه، فلازم طبعا ان انا ادخل عندي على الhelp. لو نسخة الويندوز عندي انجليش فهنا هبحث باللغة الانجليزية، لو نسخة الويندوز عندي عربي بيجي معاه الhelp عربي فهبحث باللغة العربية. طيب انا عندي هنا النسخة انجليش فانا هبحث باللغة الانجليزية، هكتب عندي في خانة search help مثلا على سبيل المثال delete مثلا file، هضغط انتر، هضغط عندي هنا على زرار search. لو مفيش نتيجة عندي ممكن اضغط عندي هنا على البراوز هيلب، هنا بيجيب له بعض او كل الاوامر اللي موجودة عندي في الهيلب ممكن استفيد منها. هو طبعا هنا مقسمها عندي لمصنفها لمجموعة من الاوامر، فمثلا الاوامر الخاصة بالفايل والفولدر ممكن اضغط عليها، هلاقي في هنا الديليت، في الكوبي، في الباك اب الى اخر. نفترض ان انا عايز الديليت هضغط عليها، عندي هنا في delete a file or folder مثلا هضغط عليه بيجيب لي هنا ادي الخطوات الخاصة بحذف الملفات. تمام، يبقى انا كده ايه قدرت ان انا استفاد من امر الهلب. يبقى اما اضغط هنا اكتب اسم الامر اللي انا ببحث عنه، اما هلاقيه او يجيبوه لي، او في بعض الاحيان ما بتظهرش اي نتيجة زي ما انا حصل لي كده zero results. تمام، فهضطر هنا هضغط على رمز الكتاب دوا اللي هو براوز help، بيجيب لي كل الاوامر اللي عندي، بختار هل الامر بتاعي خاص بالفايل ام الايميل ام الانترنت ام النتورك الى اخره، بضغط على المجموعه بتاعتي لا اتوقع فيها الامر بتاعي، بيجيب لي تصنيفات تانية داخليه الى اخره لحد ما ايه الاقي الامر بتاعي. طيب ننتقل بعد كده طبعا طريقة تنفيذ الأمر بالنسبة لاختبارات رئيس الدليل، إن أنا بكتب الشيء اللي أنا ببحث عنه زي ما بيجيني في الاختبار بكتبه هنا وبضغط سيرش، أيا كان اللي بقى النتيجة ظهرت نتيجة ما ظهرتش نتيجة دي مش مشكلتي بالنسبة للاختبار. تمام؟ طيب ننتقل لأمر تاني اسمه سيستم انفورميشن. سيستم انفورميشن بيساعدني إن أنا أتعرف على مواصفات الجهاز اللي أنا شغال عليه. في أكتر من طريقة للوصول إلى سيستم انفورميشن. الطريقة الأولى ان انا اضغط عندي على كمبيوتر باليمين، هختار عندي بروبرتيز، دخلت هنا على الشاشة الخاصة بالسيستم انفورميشن. دي اول طريقة. الطريقة الثانية ان انا اكون فاتح ماي كمبيوتر، ادي الكمبيوتر هنا او من غير ما اضغط هنا هنلاقيه هنا سيستم بروبرتيز على طول دخلنا عليها.
يبقى عندي في السيستم بروبرتيز او السيستم انفورميشن بلاقي عندي معلومات خاصه بمواصفات الجهاز بتاعي. فهنلاقي عندي نسخه الويندوز اللي شغالين عليها ويندوز 7 التيميت، البروسيسور اللي انا شغال عليه كور اي 3، السرعه بتاعته 2.13 ميجا هرتز جيجا هرتز، الرامه بتاعتي 2 جيجا هرتز جيجا بايت سوري. نظام او نوع السيستم بتاعي 32 بت. اسم الكمبيوتر كمبيوتر نيم ام اف، الاسم بالكامل فول كمبيوتر نيم ام اف، الورك جروب اسمه ورك جروب. خلاص يبقى دي المواصفات اللي ممكن تجيني في الاختبار. فاغلب الاحيان بيجيني في الاختبار اما بيطلب مني الرامه مساحتها كام او يطلب مني البروسيسور سرعته كام. تمام، طبعا انت بيطلع لك النتيجه الخاصه بالجهاز اللي انت شغال عليه اللي انت بتختبر عليه. تمام، فاحنا بنعرف النتيجه وبختارها من ضمن الاختيارات اللي اللي ظهر عندي او اللي جاتني في الاختبار. ننتقل بعد كده الى كيفيه التعامل مع الديت والتايم، كيف اغير التاريخ والوقت اللي هم خاصين بالساعه. في اكتر من طريقه، احنا بناخد طريقه الافضل او اللي هي مطلوبه مني في الاختبار اكتر. اضغط ستارت كنترول بانل، دخلت هنا على الصفحة الخاصة بالكنترول بانل زي ما احنا شايفين قدامنا، هضغط عندي هنا كلوك، ظهرت معايا صفحة أخرى، هختار من هنا في باند الديت أند تايم، هختار منها سيت ذا تايم أند ديت، ظهرت معايا النافذة الخاصة بالديت والتايم. لو أنا عايز أتحكم في الساعة وفي التاريخ اضغط هنا change date and time، هبدا هنا اضغط في خانه الساعات وابدا اظبط الساعه زي ما انا عايز. ممكن اقلل عدد الساعات من السهم اللي في الاسفل او ازود عدد الساعات من السهم الاعلى بالشكل ده. نفس الكلام خانه الدقائق، هضغط كده هزود، او خانه الثواني، او صباحا ومساء. عندي هنا التاريخ بتاعي حاليا احنا 9 اكتوبر 2013، طبعا ممكن ازود كده دخلت في 2014، او اضغط على السهم العكسي الموجود ناحيه اليسار يبدا يرجعني لتواريخ قديمه. اختار التاريخ المطلوب مني واضغط اوكي، اضغط اوكي، بلاقي التاريخ اللي انا ظبطته ظهر عندي هنا في الساعه بتاعتي. نفس الكلام انا ممكن اضغط هنا على الساعه نفسها، هضغط تشينج تشينج ديت اند تايم سيتنجز، وادخل على نفس النافذه وابدا انفذ الامر بنفس الطريقه. ننتقل بعد كده الى الكيبورد لانجويج. كيبورد لانجويج طبعا انا عندي حاليا لغتين انا بتعامل معاهم، اللغه العربيه المصريه واللغه الانجليزيه الامريكيه. فلو انا عايز اضيف لغه اخرى او اخلي لغه فيهم هي اللغه الافتراضيه في التعامل مع لوحة المفاتيح، هضغط عندي ستارت كنترول بانل، نفس الأمر وهو كلوك لانجوج، هضغط عندي هنا بقى خلاص الجزء بتاع الديت مالناش دعوة بيه، خلينا في الجزء الخاص باللانجوج. هختار عندي هنا تشينج ديسبلاي لانجوج، تشينج كيبورد. حاليا انا عندي الديفولت انبوت لانجويج، هي اللغه الافتراضيه اثناء الكتابه من لوحه المفاتيح، هي اللغه عربيك ايجيبت عربيك 101. حاليا انا عندي لغتين منزلهم على الجهاز، انجلش يونايتد ستيت وعربيك ايجيبت. مخلي العربيك ايجيبت هي الديفولت انبوت لانجويج، لان حبيت اخلي الانجلش هي اللغه الافتراضيه اثناء الكتابه. اضغط هنا على هذه القائمه ثم اختار انجلش يونايتد ستيت، كده اصبح اللغه الافتراضيه في التعامل مع لوحه المفاتيح هي اللغه الانجليزيه. يعني ايه اللغه الافتراضيه؟ يعني لما افتح مثلا برنامج زي الوورد او افتح مثلا انترنت اكسبلورر وابدا اكتب مباشره، هلاقي اول ما هيجي يكتب هيكتب انجلش. تمام، حبيت طبعا احول عربي مفيش مشكله، ولكن اللغه الافتراضيه يعني هي اللغه الاولى في الكتابه، اول لغه هتيجي تكتب بيها هي اللغه الانجليزيه حاليا اهي.
اقدر احول من ان اضغط الت وشيفت زي ما احنا اتعلمنا قبل كده، اضغط الت وشيفت بيحولني الى اللغه العربيه مفيش اي مشاكل، ولكن دي اسمها اللغه الافتراضيه، يعني اول ما يبدا الكتابه يبدا الكتابه باللغه الانجليزيه. انا مخلي هنا يكتب يبدا الكتابه باللغه العربيه اللي هي Arabic Egypt. نفترض ان انا عايز اضيف لغه اخرى، بضغط هنا ادد، عندي هنا طبعا في Arabic Egypt وليكن مثلا اختار Arabic سعودي عربيا السعودية، اضغط هنا كيبورد، اضغط هنا طبعا 101 و102 دي خاصة بترتيب الحروف على لوحة المفاتيح، يعني مثلا 101 لو ضغطت عليه هنا وضغطت بريفيو هنلاقي عندي هنا ادي ترتيب الحروف بالشكل اللي قدامي ده. خلاص لو ضغطت 102 وحبيت اشوف اضغط بريفيو هيكون في تغيير بسيط، مثلا او 102 هنا هنلاحظ هنا مثلا حرف الزال هنا في اكبر من، تمام، ففي تغيير في شكل ترتيب الحروف، تغيير بسيط يعني مش تغيير جذري طبعا. لو انا عايز اضيف اي لغه بضغط عليها مثلا 101 اضغط اوكي تم اضافتها هنا، هنلاقي عندي هنا Arabic سعودي اريبيا Arabic 101. حبيت احذفها بضغط عليها واختار ريموف، خلاص ثم نضغط اوكي وبعد كده اضغط اوكي. ننتقل بعد كده الى كيفيه تثبيت او الغاء تثبيت احد البرامج. طبعا لو انا عايز اعمل انستول لاحد البرامج او اعمل انستول يعني الغاء تثبيت لاحد البرامج، اضغط عند ستارت كنترول بانل بروجرام اختار انستول بروجرام. طبعا دي البرامج اللي موجوده عندي حاليا على جهاز انا اعمل لها انستول يعني مسطبه او مثبتها، تمام. اي برنامج منهم انا عايز احذفه مثلا وليكن انا اشيل عايز اشيل فايل سبليتر، هضغط عليه ثم اضغط على انستول تظهر معايا بعض الرسائل، بتكون الاجابه بتاعتي في الرسائل بالايجاب، يعني مثلا رساله حتى لو انا مش عارف افسر رساله اضغط يس، انا طبعا بيطلب مني رساله تاكيديه ان هو عايز يحذف كده خلص التثبيت، هنلاقي البرنامج نفسه اتمسح من هنا خلاص. طبعا ده عشان برنامج بسيط فتشال بسهوله جدا. لو برنامج طويل شويه مثلا مايكروسوفت اوفيس او الادوب فوتوشوب او السايبر لينك باور دايركتور بياخد وقت شويه، بنلاقي بعض اكتر من رساله بتظهر لي، بضغط طبعا اما يس يس او نيكست على طول باستمرار لحد ما يخلص الغاء التثبيت نهائيا، تمام. يبقى ده الغاء تثبيت اي برنامج. لو انا عايز اثبت بقى برنامج انا عايز اعمل انستول لاي برنامج، تعال نشوف مع بعض كيف اعمل انستول لاي برنامج. انا هعمل انستول لبرنامج عندي هنا موجود على الديسكتوب، عملت له طبعا حطيته على الديسكتوب عندي اسمه باور ايز. طيب تعال نشوف كيف اعمل له انستول، تعال نشوف كيف هنعمل له انستول مع بعض. هضغط عليه مرتين دبل كليك، طبعا الطريقه متشابهه مع اي برنامج اخر، هيبدا يحمل انتظر التحميل، تظهر اي رساله نفس الكلام يعني هتكون اجابتي بالايجاب يعني اي اجري يس نيكست الى اخره، اي اجري انستول لحد ما اخلص هنا كومبليتد، هضغط نيكست، تمام، هضغط كلوز، بسيب الاعدادات الافتراضيه، يعني كل برنامج طبعا ليه اعدادات يا اخوانا، تمام، ولكن انا بسيب الاعدادات الافتراضيه، هضغط كلوز، تم الانتهاء من تثبيت البرنامج بالطريقة الصحيحة. وهذا طبعا هو هنا بيحاول يدخل على الويب سايت الخاص بالبرنامج. Thank you for installing Power ISO. شكرا. وهذا حط لي هنا شورت كات للبرنامج نفسه لو انا حبيت ايه اشغله على طول. طبعا النسخة اللي انا عملت منها السيت اب دي اسمها اوريجينال يعني نسخة اصلية او النسخة الاصل البرنامج، على اساس لو انا حبيت مثلا اعمل انستول امسح البرنامج وحبيت اعمله انستول مرة اخرى بعمله انستول تاني من نفس الفايل اللي قدامي ده، خلاص من نفس البروجرام اللي موجود قدامي، دي اسمها نسخة اوريجينال. طيب
ننتقل بعد كده الى امر تاني اسمه برنت سكرين. برنت سكرين ده بيعمل ايه؟ بياخد لقطه من اللي بيحصل على الشاشه. فعلى سبيل المثال انا هفتح كده النافذه دي مثلا، هعمل لها كده ريستور، خلاص صغرتها شويه، فتحت نافذه اخرى بالشكل ده، اصبح عندي ايه نافذتين مثلا، هرتبهم بالشكل ده سايد باي سايد. طيب تعال نعمل برنت سكرين ونشوف اللي هيحصل. من لغايه المفتاح عندي فوق انتر هنلاقي فيه مفتاح اسمه باك سبيس، اللي هو فيه سهم متجه ناحيه الشمال، فوقيه على طول هنلاقي برنت سكرين، وفي بعض الاحيان طبعا بيتغير مكانه على حسب ايه توزيعه الزراير موجوده عندي في لوحه المفاتيح، ولكن دايما بيكون موجود ايه في الاعلى. طيب هضغط عليه برنت سكرين، وبيكون ليه اختصار في بعض الاحيان يا اخواني، يعني مش لازم تكتب برنت سكرين بالكامل، ولكن ممكن يعني مكتوب عندي انا حاليا بي ار تي اس سي، خلاص هضغط عليه. طبعا ما لاحظناش ان في اي حاجه حصلت جديده، انا ضغطت ضغطه واحده خلاص، هو حاليا عامل ايه؟ صور اللقطه اللي قدام عينينا حاليا على الشاشه، وهي ان في نافذتين مفتوحين. طيب تعال نقفل النوافذ، نفتح احد البرامج وليكن مثلا البينتر، الرسام، اكسسوارز، بينت، هعمل بيست. بيست يعني لصق، لحظه كده يا اخوانا، لانه هو كده ايه طالما بيست، خلي بالكم لو بيست غير نشطه، يعني حاليا هي بيست غير نشطه، اذا انا ما ضغطتش على برنت سكرين صح. تمام. طيب نعمل كده مينيمايز، خلي بالنا مثلا هنفتح دي، نفتح دي مثلا بالشكل اللي قدام عيني كده، هضغط برنت سكرين، هفتح الرسام، هفتح عند الرسام وبعمل ايه بيست. بس طبعا حاليا علشان انا بعمل عملية تسجيل تمام للشرح، فالبرنت سكرين يعتبر معطل، فعشان كده هو ايه مش عايز يعمل بيست. خلاص هنلاقي ايه؟ هنلاقي عندي خد نفس اللقطة اللي قدام عيني دي، خلاها كصورة جوه الرسام او جوه برنامج الوورد او الباوربوينت او الاكسل الى اخره. خلاص ده وظيفة البرنت سكرين، يبقى هو بياخد لقطة من اللي موجود عنده على الشاشة ويحفظها، نحطها بقى في أي أحد البرامج سواء الرسام أو الوورد أو الإكسل أو الباوربوينت إلى آخره، بيعملها لي كصورة. خلاص؟ طيب نعمل كلوز كده. ننتقل بعد كده عندي إلى السليكشن اللي هو التحديد. طبعا أنا عندي مجموعة من الأيقونات زي ما احنا شايفينها كده، ممكن اي عنصر لو انا ضغطت عليه ضغطه واحده عملت عليه سيلكت تحديد، لو انا عايز الغي التحديد بضغط بعيد عنه. طب لو انا عايز اختار اكتر من عنصر، بثبت صباعي عندي على لوحه المفاتيح على زرار كنترول واضغط وابدا اختار، انا اختار الايقونه دي ودي ودي بالشكل ده. لو انا عايز استبعد اي ايقونه فيهم بضغط عليها مره اخرى، الكلام ده كله وانا مثبت صباعي على لوحة المفاتيح على الزرار خاص ويسمى كنترول. طيب عندي ده، يبقى كنترول بيساعدني يعمل ايه؟ بيعمل بيساعدني ان انا اعمل عملية تحديد متباعد، يعني انا هختار الاول هنا، ده الثاني، ده الثالث، ده الرابع، بعاد عن بعض. طيب في مفتاح تاني شيفت، شيفت ده بيعمل ايه؟ بيساعد على تحديد مجموعة من العناصر بس متتالية تحت بعضها، يعني مثلا انا هضغط على اول عنصر ثم اضغط على شيفت اثبت صباعي واضغط على اخر عنصر، نلاحظ ان المجموعه كلها تم تحديدها. تمام، يبقى ده عن طريق ايه مفتاح شيفت. ننتقل بعد كده الى حاجه عندي اسمها الترنيت ويندوز. دي بتساعدنا على التنقل او التبديل بين النوافذ المفتوحه، يعني انا فتحت النافذه دي ثم النافذه دي. تمام، دي نافذتين على سبيل المثال. لو انا ضغطت عندي على مفتاح النوافذ من لوحه المفاتيح، ثبتت صباعي على مفتاح النوافذ ثم بصباعي الاخر ضغطت على تاب، تمام، هيحصل ايه عندي؟ هيحصل ان هو هيجيب لي النوافذ بتاعتي بشكل معين، هنشوف دلوقتي هيظهر لي النوافذ زي ما احنا قلنا بشكل معين. بس دايما واحنا شغالين على موضوع التسجيل بتحصل ان هو بعض الازرار ما بتشتغلش معايا. خلاص، طيب يبقى انا هضغط عندي علشان اعمل تبديل بين النوافذ على مفتاح النوافذ مع مفتاح تاب،
او عندي الت وتاب الاثنين زي بعض يا اخوانا، بس الفرق في طريقه عرض النوافذ المفتوحه. يعني الت وتاب شغال معايا حاليا، هذا الت وتاب ظهر عندي النوافذ زي ما احنا شايفينها قدام عينينا، وكل ما انا مثبت صباع على الت كل ضغط على تاب بيساعدني ان انا اتنقل ما بين نافذه النتورك ولا الادمنستريتور ولا الكمبيوتر ولا الديسكتوب ولا السناك ولا الوين الى اخره. تمام. نفس الكلام هو مفتاح نافذ مع تاب، ولكن بيجيبها لي في شكل مكبر، يعني ما بيجيبليش الايقونه صغيره زي كده. تمام. تنفذوها وهتشوفوا الشكل بتاعها. طيب تعال نشوف مع بعض امر تاني اسمه فايل بروبرتيز، كيفيه التعرف على خصائص الفايل بتاعي. طيب انا عندي طبعا اي فايل عايز اعرف مساحته كام، حجمه كام، عايز اعمل له هيدن، عايز اعمل له اي خاصيه. تعال نشوف مع بعض كده بعض الخصائص الخاصه بالفايلات. مثلا وليكن البروجرام ده هضغط عليه باليمين، هختار بروبرتيز، هلاقي عندي مساحته هنا سايز اون ديسك 5.83 ميجا بايت، طبعا تم انشاء في 9 اكتوبر الساعه كذا، تم التعديل عليه قبل كده قديما، تم انشاؤه. يعني ايه تم انشاؤه؟ علشان بس الناس ايه تركز، تم انشاؤه اللي هي كرييتد، كرييتد يعني انشاء، مضافات تعديل، اكسس يعني وصول، يعني تم زي تم فتحه كده. طيب مضافات تم تعديل يعني هو اصلا اتحط عندي على الجهاز يوم 27 سبتمبر. اوكي. طيب انا عملت كوبي منه على الديسك توب يوم 9 اكتوبر النهارده، فتحته اكسس يوم 9 اكتوبر، يعني بعد ما عملت له كوبي على طول تم فتحته على طول. اوكي. فده ايه الفرق ما بين الكرييتد والموديفايد والاكسس. اكسس يعني كان انت وصلت له او التحكم فيه او فتحه. تمام. موديفاي يعني تعديله، يعني ممكن تكون انت حطيته في الجهاز يوم كذا. كرييتد يعني تم انشاءه في الموقع اللي قدام عينينا ده اللي هو على الديسكتوب يوم كذا. طبعا انا ممكن عرفت كده مساحته، عرفت بعض الخصائص، ممكن اعمل له حاجه اسمها ريد اونلي يعني للقراءه فقط، او اشيل الخاصيه، ممكن اعمل له عمليه اخفاء هيدن، اخفي العنصر واضغط اوكي، وبالتالي تم هيتم اخفائه من امامي. خلاص. اخر حاجه النهارده في المحاضره بتاعتنا هي حاجه عندي اسمها ريسنت ايتمز. ريسنت ايتمز هي الملفات المستخدمة حديثا، يعني اخر ملفات احنا فتحناها. فعلى سبيل المثال هضغط ستارت، هنا مفيش ريسنت ايتمز، مش موجودة قدام عيني. طب كيف نظهرها؟ هنيجي عندي في التاسك بار في شريط المهام، هضغط عليه باليمين، اختار بروبرتيز، اختار هنا ستارت منيو، اختار هنا كاستمايز، هبدأ انزل لحد وعيني كده على الشمال على كلمة ريسنت ايتمز اهي، حط عليها صح. اوكي. اوكي كده هضغط ستارت، هنلاقي ريسنت ايتمز المفترض ان ادي اخر ملفات تم ايه تم فتحها، دي اخر ملفات تم ايه فتحها. تمام. طبعا اي حد هيقعد على الجهاز هيشغل برنامج هيشغل ملف الى اخره، بتضغط عندي على الستارت، بتدخل على ريسنت ايتمز، هنلاقي عندي اخر حاجه تم فتحها. علشان اهم صحانه اخر حاله تم فتحها، اما بنخفي ريسنت ايتمز دي خالص بنفس الطريقه، اضغط باليمين بروبرتيز ستارت منيو كاستمايز، واشيل علامه الصح من ريسنت ايتمز، دي طريقه اي اشيل علامه الصح. طيب طبعا في عندي، واحنا قلنا طبعا جامب ليست بنفس الطريقه اللي احنا كنا خدناها، جامب ليست هي اخر ملفات تم فتحها مثلا خاصه بالانترنت اكسبلورر او الكمبيوتر او الميديا بلاير او الفايرفوكس الى اخره، على حسب البرامج الموجوده عندي هنا. هنا بقى بيقول لي نمبر اوف ريسنت بروجرامز تو ديسبلاي، اخر عدد الايقونات اللي هتظهر باخر برامج تم فتحها عددها كام؟ هو هنا ظبط على 10، ممكن ازود. اخرنا كام؟ اخرنا 30. تمام؟ ازود زي ما انا عايز او اقلل. نفس الكلام، طيب نمبر اوف ريسنت ايتم تو ديسبلاي ان جامب ليست، يعني هنا مثلا انترنت اكسبلورر، نفترض ان انت فتحت 300 موقع. هل هيجيب لك قائمه بال 300 موقع؟ لا، هو هنا حاطط اقصى عدد كام؟
10، ممكن تقلل وممكن تزود لحد كام؟ لحد 30، خلاص؟ ثم تضغط ايه؟ اوكي. طيب عندي طبعا الريسنت ايتمز، نفترض ان انا عايز اشيل الاوامر، يعني اخر ملفات اللي بتظهر عندي هنا في الريسنت ايتمز دي انا مش عايزها تظهر. تمام؟ عندي فيه هنا علامتين صح. تعال نشيل عندي اول واحده، الثاني واحده اللي هي ستور اند ديسبلاي ريسنتلي اوبن ايتمز ان ذا ستارت منيو اند ذا تاسك بار. طيب تعال نضغط عليها ونضغط اوكي ونشوف ايه اللي هيحصل. ستارت ريسنت ايتمز امبتي، فاضيه خلاص، شال الايه اخر ملفات تم فتحها اللي موجوده في ريسنت ايتمز. طيب تعال ندخل على الجامب ليست، هضغط عليها اتمسحت الجامب ليست. يبقى الامر ده وظيفته ايه؟ وظيفته بيمسح لي ريسنت ايتمز، ده واحد. اتنين ها بيمسح لي الجامب ليست، يبقى بيمسح لي الريسنت ايتمز ويمسح لي الجامب ليست. طيب دي اخر برامج تم فتحها موجوده عندي في قائمه ستارت اي. لو انا شلت علامه الصح الاولى ستور اند ديسبلاي ريسنتلي اوبند بروجرامز ان ذا ستارت منيو، اوكي ستارت فين هي؟ اتمسحت. يبقى انا فهمت كده معنى او الفرق ما بين الامرين. الاول بيمسح لي البرامج اللي هنا اللي تم تشغيلها حديثا، الثاني بيمسح لي الجامب ليست خاصه بالبرامج الموجوده عندي في التاسك بار، وبيمسح لي الريسنت ايتمز اهي، اصبحت ايه؟ امبتي فارغه. ممكن ارجعهم تاني، اوكي اعلم صح واضغط اوكي. طبعا هيبدا، هذا اول برنامج تم فتحه، ويبدا بقى ايه يسجل من هنا ورايح. وقلنا اقصاها كام؟ اقصاها 10 هنا و10 هنا. احنا مظبطين على 10 10، ولكن اقصى عدد ممكن تظبطه هو 30 و30. اوكي.